حسب السبجكتس، حسب المواضيع. انت شو بتدرس؟ انجليزي، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تكنولوجيا، ميوزك، موسيقى، يعني ارت، فن، رياضة. حتى شايفين حتى معلمي الرياضة ممكن يستفيدوا. وورد لانجويجز ممكن، مش بس انجليزي، ممكن اخواننا في المغرب العربي بيستخدموا الفرنسي كثير، بيعتمدوا عليها. ممكن فرنسي، ممكن ايطالي، ممكن اي مادة. كمان عن التاريخ، عن التاريخ الأسود، عن إلى آخره، نيتيف أمريكان، عن الإرث الأمريكي الأصلي. إذا هاي السبجكت. كونتنت تايبس، يعني شو يعني أنواع المحتوى؟ أنواع المحتوى، هل بدك المحتوى يكون فيديو، عبارة عن فيديو من المكتبة؟ هذا مش أنت عامله، هذا من المكتبة، ممكن تستفيد منه وتشاركه مع طلابك، ممكن يكون مفيد لمادتك، لدرسك، لتدريبك، لكن بصير في مكتبتك انت، كأنك انت اللي صانعه، ماشي؟ لكن اذا بدك تشاركه في شروط له. activities يعني انشطة، بدك اياها انشطة. لو ضغطت الان فيديوز، لاحظوا الان شوفوا، بس شوي لف. طبعا بديش اضغط على كل ايقونة لانه باخد وقت، ملاحظين الانترنت تعيس شوي عشان الوقت بإذن الله. تمام، إن شاء الله إنه كل شيء تمام. إذا ضغطت على فيديوز، مش بس هيك، الفيديو بيقول لي هل برضه بدك تختار، ممكن حسب السبجكت، ممكن فيديو عن الورد لانجويجز، عن برضه الرياضيات، وحتى كمان الصفوف. لا، مثلا شفت هذا الفيديو عجبني، بعمل له بريفيو. اول شيء بعمل له بريفيو. شو يعني بريفيو؟ يعني معاينه. لا، هذا ما عجبنيش، بروح على الثاني، على الثالث، بنزل شوفوا قد ايه في اشياء منوعه رائعه جدا جدا. لكن لازم شو؟ لازم اشاهده بالقبل، قبل ما أشاركه، سواء على دروسي أو سواء مع زملائي أو إلى آخره. مثلا introduction to nearpod، لنفرض هذا مثلا بدي أعمل له بريفيو. شو يعني بريفيو؟ معاينة. شوف لما بفتح لي إياه، يلا نشوف شو بده يجيني أيقونات. هاي حلوة كثير الشغلة هاي، واحدة من شروط إنك تحصل على معلم معتمد، صح؟ إنك تأخذ إشي من المكتبة وتفعله مع طلابك كمان، لكن بعد التعديل، مش تأخذه هيك على زي ما بيحكوا بكسوره. يمكن في خطأ، يمكن في إشي ضد ديننا على فكرة. يعني أنا بناتي قبل فترة طلبت قبل الإضرابات مشاريع منهن، راحوا سحبوا لي أشياء عن النت، جابوا لي مثلا بدل فلسطين كله مكتوب إسرائيل إسرائيل إسرائيل. حكيت يا حبيبتي هذا طبعا ضد ديننا، ضد تقاليدنا. أنا هون بفعل مهارة من مهارات القرن 21 اللي هي المواطنة الرقمية والحقوق والواجبات تجاه وطننا وحب الوطن من الإيمان، بعززه إلى آخره. إذا بحضروا، ها خلينا أشوف. طبعا هو عبارة عن 34 ثانية، قصير. الشاشة مش واضحة، هيها وضحت يا أساتذة، معلش سامحونا، الإنترنت، مشكلة الإنترنت شوية. أنا هيني صابر شوية، هي ظهرت. شاركت، حضرت، هذا مفيد على فكرة لكم كمان للجدد، نفس الخطوات اللي أنا قاعدة بشرحها تقريبا. تمام، حضرت كل شيء تمام وإلى آخره. شو بقول لي؟ add to my lessons، هل بدي أضيفه؟ لاحظوا كمان في بكل teach، teach بكل بدك تعلمه الآن مباشرة، بدكش تضيفه، بدك تلعب فيه مباشرة الآن. بقدر الآن أبعث لكم كوده ونلعب مباشرة فيه مثلا، ولا كواجب زي ما بدك. في كمان هون نقاط، share preview، هل بدي أشارك؟ أقول لزميلتي معلش حبيبتي شوفي لي إياه، بالله أنا مش فاضية، شوفي لي إياه تمام وكل شيء كذا. إذا قالت لي أوكي بقدر أشاركه، لأني أنا مثلا مشغولة أو عندي مشكلة في فتحه إلى آخره اللي بدك اياه. لا، مثلا انا بدي كله على فرض انه هذا مفيد لمادتي، لدرسي، بكله add to my lessons. هسا شوف وين راح يروح. شو قال لي؟ lesson successfully added، يعني انضاف بنجاح، انضاف بنجاح، ممتاز.
هيني ببطئ بالحكي عشان تظهر معكم. تمام، الآن رح أروح أشوفه وين ظهر. طبعا هنا في أشياء كمان، فيديوهات إلها علاقة فيه. لا أنا ما بدي إياه، رح أروح على الدروسي. إذا ضفت فيديو رح أشوفه ظهر عندي. تفضل، شو أول درس؟ بس شوي يظهر، هيني رح أوقف ثواني. قاعد بيظهر عندكم الفيديو، عينته، عملتوا اد في الازرق اللي على جنب على اليمين، اد تو ماي ليسنز، يعني اضيفه لدروسي، ضفته لدروسي. الان انا رحت على النير بود اللي الي، حسابي الشخصي، بدي اشوفه فعلا، اتاكد هل انضاف ولا لا. انا متابعه معاكم على الجوال، قاعد بيظهر الفيديو لسه. حاضر حاضر، رح أبطئ. حاضر، حاضرين، هيني واقفة. لا يا أستاذة هند، سجلتي كطالب عادي، احذفيه، مش ضروري مش ضروري. بدك إذا عاملي عليه مشاريع، كوني فاتحة مثلا حسابك كطالب على متصفح، واعملي حساب جديد على متصفح آخر كمعلم، واعملي كوبي بيست الأسئلة إذا بدك مثلا محيني عليه، هني روح هيك هباء منثورة، وخلص هذاك احذفيه، لأنه أفضل تكوني كمعلم، لأنه مبين إنه هو بيعطيكي خيارين، إنك تسجلي كطالب أو كمعلم. تمام، ظهر، ظهرت. تمام، شو ظهر عندي؟ هيو الدرس اللي أنا ضفته من المكتبة، هيو موجود عندي. طيب الآن لنفرض أنا بدي أعمل له مشاركة مباشرة، بدي أعمل له مشاركة، لكن بدي أشوف شو بده يظهر لي. شوفوا وين رحت، على الثلاث نقاط. عند أي مشروع في ثلاث نقاط بيطلع لك قائمة كبيرة، مش رح أشرحها هاي كلها، بعدين بشرحها، لكن بدي أشرح بس عن الإشي اللي ضفته. هل ممكن أشاركه كما هو؟ شوفوا share with teachers، يعني شاركه مع المعلمين. الآن أجالي عدة أيقونات طريقة المشاركة، يعني واقفة متابعة معكم على الجوال بس تظهر. أيوة شايفين القائمة هاي، هيها ظاهرة عندكم share with teachers. بيجيني عدة أساليب للمشاركة، إما عن طريق الإيميل أو عن طريق اللي هي السوشيال ميديا. أوكي، زي الفيسبوك، الواتساب، الماسنجر، تويتر، تليجرام، واتيفر. اوكي، اذا هاي المشاركه هيني شايفه ظهرت، اما عن طريق الايميل، وهي لا احبذها، بمعنى انه يكون عندك ايميلات طلابك كلهم وتبعث لهم اياها تكي واحده، او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، او اسهل إشي عن طريق اللينك، وهيو بظهر، وهسه رح نشوف شو الفرق بين هدول اللينكين، او امبيد. امبيد رح اضغط على الامبيد الان. لاحظوا هاي التضمين وردت معانا كثير لما كنا نقدم للخبير اكيد، وحتى بالأيام العادية إذا بدك تضمنه الآن أنت بشغلك، إذا إلك مدونة، إذا إلك موقع رسمي. فقط لما ضغطت عليها أجاني هذا الشكل. هسه بقول لي هل بدي إياه بهذا الشكل، ولا بدي إياه سمول، ولا بدي إياه ميدي، عفوا بدي إياه ميديوم وسط، ولا بدي إياه لارج كبير، ولا بدي إياه سمول صغير، أنت حسب ما بدك. بعدين تعمل له كوبي كوبي، هيا بدي أعمل ضغط، بدي أروح أسوي، بدي اروح اضمنه بإشي سوي، اشوف كيف بده يظهر. اذا هذا التضمين، تضمين اما عبر سوي او عبر مدونة، عبر موقعك الرسمي. تمام، الان راح اضغط بس يظهر سوي عندكم، متابعة معكم على الجوال، لان شفت في التعليقات انه ابطئ شوي. اذا التضمين حلو رائع جدا، واكيد اللي قدمه للخبير بيعرف شو يعني تضمين، بده يظهر في العرض تبع السوي أو على المدونة تبعتك أو على الموقع بطريقة رائعة.
أنا رحت على السويد، الآن هذا كنت مدربته قبل 2 3 أيام مع أستاذة في ريال يوم الاثنين، مش مشكلة، المهم الفكرة تمام. الآن أنا فتحت لنفرض هذا السويد اللي بدي إياه، بفتح هون، باجي على الوسائط، باجي في كلمة تضمين بس تظهر، هيني بتبع معكم على الجوال، إذا ضغطت أجتني وسائط، لأنه حلو إني أعرف كيف أضمن، نتعرف على كل طرق المشاركة. تمام، تضمين، لا إله إلا الله، درسني. أوكي، بعد ما تظهر أنا اللي أنا عملت له نسخ، الآن بدي أعمل له لصق. تمام، شفتوا منين جبتها؟ من عند الزائد، أجاني الوسائط، أجاني كلمة التضمين، ضغطت عليها وداني وين بدي ألصق، الآن بعمل لصق. أيوة، بس شوي تظهر، أنا ببطئ لأني متابعة معكم على الجهاز الآخر. فاصل اللي الآن بدهم يقدموا بشهر 5 للخبير، حلوة هاي شغلة التضمين، بتضمنوا صور، بتضمنوا أي إشي. تمام، هيها ظهرت، بعملها بس بيست، هيها بس بيست. تمام، أشوف كيف بدها تظهر في التشغيل، إذا زبطت إن شاء الله. تمام، تمام، معلش الانترنت ابدا مش مساعد، خلاص المهم الفكره. ارجع، اذا هاي بالنسبه للتضمين، هاي اخر وحده طريقه المشاركه اللي هي ريمايند، انا دائما بحكي في التدريب بحكيها، بس بصراحه ما بستخدمها مع انه عامله حساب عليها، مش مشكله. طيب الان اذا هاي طرق المشاركه، ما بدنا اياه التضمين. طيب نشوف اللينك، اللينك اسهل اشي، بيعمل لي هون بريفيو اونلي لينك واديتبل لينك. شو يعني؟ هنا بس اعملكم الان مشاركه لاي مشروع مباشره، بس افتح لكم بعطيكم اياه على طول، بتقدروا تفوتوا وتلعبوا حسب الطريقه اللي انا محددتها، سواء مباشر او سواء كعمل واجب، فقط ما علي الا اضغط. لاحظوا لما ضغطت شو قال لي؟ كوبيد، يعني انتسخ الايش اللي هو الرابط. بس يظهر، لحظة معلش ما راح اتنقل على نوافذ عشان الانترنت. تمام، ان شاء الله، بتمنى لحد الان واضح اللي حكيته ان شاء الله. يلا الآن بدنا نبدأ نعمل اختبار، أو عفوا إنشاء محتوى تفاعلي، ومش اختبار لحاله، هون يربط على، يعني يتفوق على الكاهوت وعلى الكويزز، يعني هون بيجمع بين الأنشطة التفاعلية وبين الدروس، هذولاك لا، بس إيش أنشطة تفاعلية ممكن أكثر. تمام، الآن عملت كوبي للرابط، عملت كوبي بس تظهر عندكم.
لسه مش ظاهرة. الله يعافيك يا أستاذة، احترام حبيبتي، شكرا إليك. يلا الآن استعدوا من نعمل إن شاء الله محتوى تفاعلي، محتوى تفاعلي، وراح تنبسطوا كثير في الأسئلة، عن جد رائعة جدا جدا. يعني في أي مادة ممكن تعملها، مادة العلوم، مادة الرياضيات، الدين، whatever. ممتاز. إذا ظهرت عنا هاي، نعملت كوبي الآن لو بدي هذا، بس ما بدي أبعث لكم إياه الرابط، بقدر الآن أعمل لكم إياه، أبعث لكم إياه على الشات، على أي وسيلة تواصل، وتعملوا بس تعرضوا عرض، ماشي؟ أما هون إديتابل يمكن إنكم كمان أنتم تعملوا زي تغيير وتعديل وتحرير وإلى آخره، يعني إذا بدي إياكم تعملوا مشاركة فيه. لا أنا الآن ما بدي إياه. تمام، خلينا نبدأ الآن في اللي هو إنشاء نشاط تفاعلي. لكن قبل هيك لاحظوا، في عندي هنا فولدرز، وهي هذيك المرة نوهت إلها. فولدرز يعني إنشاء مجلدات فقط، ما عليك إلا تضغط وتكتب أي صف بدك إياه، خامس مثلا، سادس، تاسع، إلى آخره، اللي بدك إياه حسب الصفوف اللي بتدرسها. هاي على طول بكل كرييتنج، أنا عاملة الصف التاسع، الصف العاشر. شو أهمية إن هدول؟ مشان أصنف إيش النير بودز اللي أنا عاملتها، مثلا تبعات سابع بنفس المجلد، تبعات تاسع بنفس المجلد، تبعات كذا مجلد، تبعات التدريب مثلا لحال، إلى آخره. ما بديش إياه، بعمل إشي ثاني، مثلا بوصلة، ممكن أعمل بوصلة. هاي خامس أنشئ. هيو شايف بكل ذا فولدر 5 has been created. تمام، هيو موجود. تمام، ممتاز. طيب الآن أنا بدي أعمل إيش؟ نيربود. خليني أبدأ أعمل محتوى تفاعلي. يلا جاهزين؟ انطلقوا. بسم الله، باجي بضغط على كرييت. كرييت لما أضغط عليها بكل، بدك تعمل درس ولا فيديو ولا اكتيفيتي ولا جوجل سلايدز اللي هن شرائح جوجل؟ لا، انا بدي اعمل لسون بضم كل هاي الاشياء. اذا عملت فيديو، بس فيديو لحاله، اذا عملت اكتيفيتي لحاله عادي. طبعا اذا بدك اعمل، انت حر، بدك تعمل إشي بسيط اعمل اكتيفيتي لحال، بدك تعمل فيديو لحاله عليه اسئله عادي، بدك تعمل جوجل سلايدز عادي. لا، انا بدي اعمل اليوم معاكم درس بكل العناصر، العناصر الرائعة اللي بتجنن والحلوة والدامجة والتفاعلية إن شاء الله. يلا ننطلق. واليوم حابة أعملكم كله عن مجزرة الحرم الإبراهيمي اللي حدثت في 1994، وكانت قبل أيام ذكراها اللي في 25/2 شباط، اللي هي 25 رمضان كانت يوميتها. في واحد يهودي مجنون اسمه جولدشتاين خلى الناس في الحرم الإبراهيمي في الخليل بيصلوا، وأجا قتل حوالي 19 شهيد منهم أثناء الصلاة. فعشان هاي الذكرى أنا حضرت لكم أشياء على الباوربوينت، يعني زي ورقة عمل، يعني أنت بتقدر تحضرها كورقة عمل بس تعمل كوبي بيست. الآن لاحظوا لما عملت كرييت قال لي أول. شو يعني أول؟ يعني كل أنواع الأسئلة اللي ممكن أعملها. لاحظوا كم نوع من الأسئلة، سواء دروس سواء أنشطة. طبعا هنا all يعني كلهن، سواء recent يعني حديث، most popular الأكثر شهرة، create يعني خلق، interactive تفاعلي، بدك quizzes and games يعني ألعاب واختبارات، بدك discussions يعني مناقشات. إذا بدي أفصل تفصيل باجي مثلا على interactive، بدي لا أنا بدي quizzes باخذ هنا. طيب خليني أبدأ بسؤال سؤال، كيف بدي أعمل واحدة واحدة؟ كرييت هاي الأشياء اللي منضمة فيها، شرائح، شرائح كلاسيكية، عرض شرائح، سوي. لاحظوا شفتوا في ترابط بين سوي وبين النير بود، زي بعض التطبيقات الأخرى. بي دي اف، بدك ترفع بي دي اف، ممكن عامل ورقة عمل، ممكن عامل فيديو محوله لبي دي اف، ممكن عامل صور، ملف صور وعامله كبي دي اف، ممكن ارفع هون على النير بود جاهز مجهز، ما شاء الله رائع. باوربوينت حتى ممكن باوربوينت جاهز ترفعه هون على ايش اللي هو النير بود. صور، اوديو. خليني ابدا بواحد واحد. بسم الله، يلا ننطلق. اذا بدي ابدا اعمل شرائح. شوف لما ضغطت بيجي هون بكل اد، وطبعا شارح لي اشياء هون. خليني اعمل اد.
يلا اجهزوا الآن زي عرض شرائح الباوربوينت الآن. أول شريحة ممكن أعمل تقديمي عن الدرس، مثلا عن البلد اللي بدي أشرح عنها، مثلا ممكن أنا عن الخليل بدي أشرح عن الخليل، اللي بدك إياه. درسك عن الهيكل العظمي، عن مثلا أركان الإيمان، عن نظرية فيثاغورس، عن اللي بدك إياه. يلا هاي بدينا نعمل أول شريحة. تمام، إذا انفتح معانا عرض شرائح بعدة عناصر، شو هن هدول العناصر؟ بس تظهر. إذا رح نبدأ نعمل أول شريحة. طيب ظهرت، تمام. الآن لاحظوا هون بيجيني على اليمين سلايد ثيمز، يعني الثيم اللي هو زي الخلفيات. كل ما أغير بغير اللون، بغير هاي أحمر، هاي أزرق، هاي أسود. شوفوا ما أحلاهم، بجننن رائعات. كيف أنت في الباوربوينت عندك تصميم وأبصر إيش؟ هنا برضو نفس الطريقة تقريباً. طيب لنفرض أنا بدي هذا الأسود، خلاص تمام. هنا بيقول لي كليك تو آد تايتل، لنفرض أنا بدي أكتب الخليل أو خليل الرحمن عفواً عربي، مدينة الخليل أو مجزرة الحرم الإبراهيمي اللي بدك إياه. هنا بكتب النص اللي بدي إياه، مش راح أكتب أنا بس راح أورجيكم كيف. تمام، الآن لاحظوا هنا العنوان كبير، بدك إياه مثلا تغير لونه كالعادي. هاي باجي على الألوان هون بحطه أصفر، لاحظوا هي تغير. بدك تغير الحجم تبعه، مثلا بدكش 85 بكسل، بدك مثلا أكثر أقل زي ما بدك. بدك تغير نوع الخط، هاي الأمور كلها أكيد نعرفها أكيد كلياتنا. بدك تعمله بولد غامق زي نفس الوورد تقريبا، بدك تعمله مائل، بدك تعمله تحتي خط، بدك تعمل بالنص خط، لا ما بدي اياه برد اضغط عليها. بدك تغير اللون مره اخرى، بتغير اللون من هون. بدك تغير الخلفيه، ممكن اصفر تعمل له اخضر، شوفه كيف صار ما اجمله، بجنن. بدك ترجع انه بدك مائل، رد اضغط عليه. بدك تعمل رابط، هاي رائعه جدا. شو هاي الرابط؟ مجرد ما اضغط عليها لاحظوا بقول لي جيب الرابط اللي بدك اياه. بدي اجيب اي رابط انا، اللهم صل على سيدنا، بدي اجيب رابط الوورد وول، خليني هيو اي رابط، رابط فيديو، رابط صور، رابط اي شيء، بس لازم تتاكد انه يكون مفتوح للعامه. اشوف هيو، ممتاز ما شاء الله، شيء رائع جدا. طبعا الطالب هسه الان ما ببينش معي، لكن لما ابعثه للطالب او المتدرب بعد شوي راح ابعث لكم اشياء فيها روابط، راح انتم تفتحوا الرابط وبقول لك شاهد مثلا الفيديو الاتي ثم اجب عن الاسئله الاتيه، او ما رايك بما شاهدته بالفيديو، عبر بما لا يقل عن سطرين، الى اخره، زي ما بدك. تمام التمام، اوكي. طيب هنا في كمان اشياء، اللهم صل على سيدنا محمد. هذا القلم، اذا بدك تكتب في القلم تختار اللون، مثلا الله أكبر، الله، أو تقع مدينة الخليل في كذا كذا كذا، عشان الوقت، الله أكبر تقع مدينة الخليل في فلسطين، ويوجد بها المسجد أو الحرم الإبراهيمي إلى آخره. لنفرض أنا أخطأت، ما عليك إلا تجيب الإريزر وبدك تكبر حجمها عادي، بتكبره وبتمسح اللي بدك، الجزء اللي بدك إياه. بدك إيش بترد إيش تعمل عليها، تمام. تضغط عليها مرة أخرى. بدك هنا كمان ألوان ثانية ممكن نتعلم عليها، زي هايلايتر مثلا. مثلا انت بتشرح لطلابك تقول لهم شايفين حرف الالف، شايفين كذا، شايفين هاي الكلمه، مين يعطيني هاي معناها، مرادفها مضادها، معناها بالانجليزي، مين يهجيها، مين يعطيني جمله عليها. كل الاشياء اللي بتيجي على بالك ممكن تشرحها هنا. كمان اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو لون الخط بخط القلم، هنا بخط القلم تكتب بالقلم اللي بدك اياه. هنا جيف اللي هي صورة متحركة ممكن تضيفها، ممكن تأخذها من اللهم صل على سيدنا محمد من داخل الجوجل، روز مثلا أو وردة، أكتب وردة صورة متحركة، وردة مثلا أو قبة اللي بدك إياه حسب درسك. أنا الآن بدي أعمله هيك كوكتيل،
وبعدين أنت بتختار درسك إشي مرتب، رح أعطيكم بالآخر درس مرتب مجهز لكم إياه نتفاعل فيه. شوفوا الصور اللي طلعت لي، أنا بشوف اللي بدي إياه، لنفرض هاي عجبتني بس أعلم عليها، أضغط عليها شوف، وبعمل سيف يعني حفظ. بديش بعمل شوف شو أجاني وهي معلمة، بيجيني هل بدي أعملها فليب بهاي الطريقة ولا فليب بهاي الطريقة يعني لتحت، لا بديش، برد ارجعها، بضلني ارجع لحد ما ترجع لحالتها الاصليه. بدي اعمل لها دبليكيت يعني تكرار، شايفين بس ضغطت شوفوا كمان مره دبليكيت، ممكن كمان اكررها كمان مره زي ما بدي. بديش برد لا بدي احذفها، مثلا هاي في سله المهملات بحذفها وخلاص تمام التمام. اذا هاي من وين جبتها؟ من عند الجيف. طيب هون في عندي عند السماعة شغلتين، اد اوديو وريكورد فيديو اوديو عفوا. شو يعني اد اوديو؟ يعني اضف صوتا، وريكورد اوديو يعني انت تسجل. اد اوديو لو لو اودي عفوا لو اضغط عليها شوف وين وداني، بكل شو انواع الصوت المسموح لي اني ارفعها، ثلاث انواع، ام بي 3 او دبليو اي في او او جي جي، هدول انواع الصوت المسموح فيه. طبعا احنا اكثر شيء ام بي 3 اذا بدي ارفع، طبعا اما برفع من جهازي او من جوجل درايف او من دروب بوكس او من اللهم صل على سيدنا محمد، من هاي اللي هي مش واضحه عندي، الوان درايف هاي صح؟ الوان درايف لا ما بدي، انا بدي ارفع لنفرض من كمبيوتري. خليني اخذ هاي، الشكر للمعلم نشيد الجمعي، هاي الشكر بس عشان الصوت بس يظهر عندكم. ظهرت هيها بس عشان اللي باخذ وقت، بدي اشوف اذا باخذ وقت. هيو قاعد شو بقول لي ابلودينج، شو يعني ابلودينج؟ يعني تحميل. تمام قبل ما يحمل نسمعه، نعمل تشيك يعني على الصوت تمام وكل إشي اللي بدي إياه. بعدين لاحظوا هنا ما تفعل ولا إشي، بعدين بكل save and add new ولا save. save يعني تحفظ كل المشروع، save and add new يعني تحفظ هاي الشريحة وترد تضيف كمان شريحة. كيف عرض الباوربوينت تعمله 5 شرائح 10 20 شريحة وهكذا؟ ممكن أول شريحة تقديم، الشريحة الثانية هل تعلم، الشريحة اللي وراها فيديو، اللي وراها صور، اللي وراها أسئلة، اللي وراها ورقة عمل إثرائية مثلا، إلى آخره إلى آخره إلى آخره. روابط تجيب لهم من الكويزز، من الورد وول، من الفورمز، من باوربوينت عامله محوله لبي دي اف مثلا، اللي بدك إياه تمام التمام. تاخذ رابطه طبعا تكون رافعه على الجوجل درايف مشان يستزيده. تمام لنفرض إنه حفظ، لكن معلش عشان بده وقت. طيب هاي بالنسبة للأوديو، هاي كانسل بعملها، لاحظوا لأنه دقيقتين بده وقت رح أعملها كانسل مرة أخرى. شوفوا الآن أجاني مرة أخرى إني أعمل على الزائد هاي الشريحة، رح نرجع على الشريحة نفسها أو شريحة ثانية، لكن الآن بدي أسجل صوت لأنه الصوت هذاك بده دقيقتين باخذ وقت والإنترنت ما بيساعد. الصوت اللي بدي أرفعه لازم يكون قليل جدا عشان تحميل يكون سهل جدا. طيب إذا هذا عرض الشرائح، عرض الشرائح بدي أورجيكم كيف بدي أسجل صوت، طبعا ما ينطبق عليه بينطبق على بقية الأشياء. طبعا أنا اخترت من هنا اللي هي الثيم، هل بقدر أختار اللي أوت من هنا؟ اللي أوت هل بدي مثلا هذا الشكل؟ ممكن أعمل تصنيف، صنف مثلا، صنف الألوان الحارة والباردة، صنف الكائنات الحية والكائنات غير الحية، صنف الحيوانات الأليفة وغير الأليفة، صنف الدول الآسيوية والدول الإفريقية، الأسماء من الأفعال اللي بدك إياه تمام. لنفرض أنا بدي أرفع صوت هون مثلا، لنفرض أنا كاتب المحتوى وكل إشي بدي إياه، لاحظوا بس ضغطت إنه على السماعة وريكورد فيديو أوديو أجاني صوت صورة السماعة بس تظهر. يلا هيني راح أوقف، راح تظهر لحظة. حنين عادي بأي حساب بدك إياه، حساب جوجل، حساب عمل، حساب أوتلوك، whatever
الله يعافيكم، شكرا لكم على كلماتكم، شكرا أستاذة عفاف حبيبتي، تسلمي، شكرا حنين، شكرا. تمام، ظهر. طيب الآن بدي أسجل، بسم الله، يلا اسمعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، درسنا اليوم في الوحدة السابعة يا صف سابع عن مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. وقعت هذه المجزرة عندما قام المجنون المجرم الصهيوني جولدشتاين بقتل حوالي 19 مصلي أثناء الصلاة، لعنة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مثلا، أوكي؟ راح أسمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، درسنا اليوم في الوحدة السابعة يا صف سابع عن مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف. وقعت هذه المجزرة عندما قام المجنون المجرم الصهيوني جولدشتاين بقتل حوالي 19 مصلي أثناء الصلاة، لعنة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب تمام، تأكدت كل شيء تمام، وكنت حاطت لهم صورة مثلا أو فيديو، عفوا فيديو لا بسرش لأني حاطة صوت، حكي كلام إلى آخره، خلاص عملت سيف. طيب ممتاز، وطبعا أنا كتبت وورجيتكم كيف هاي الأشياء. طيب الآن اللهم صل على سيدنا محمد، بيعمل أبلودينج، طبعا لاحظوا وهو بيعمل أبلودينج مش انفعلت، الآن اتفعلن، بكل لي سيف أند أد نيو، بدي أضيف كمان ممكن شريحة مثلا، بديش بعمل كانسل هسه بعد شوي، احنا عرفنا كيف نضيف، بضيف شريحتين ثلاثة أربعة خمسة قد ما بدي، وكل شريحة بحددها بهدف معين، ممكن مقدمة، ممكن معلومات إلى آخره، هي بكل سلايد سيف. لنفرض أنا ضفت هنا ما بدي أعمل عليها إشي، بدي أعمل عليها صورة، صورة ممكن أضيف صورة، تمام؟ add an image. الآن add an image برضو نفس الطريقة، إما من لابتوبي بدي أروح على اللهم صل على سيدنا محمد على اللي هو لابتوبي، أيوه يعني دي تدريب 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 اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله. هاي تمام، في إشي عن فلسطين، شايفين ملفاتي إذا ظهرت عندكم دول للتدريب، هاي صور مثلا، لنفرض مثلا هاي الصورة وأطلب منه أي شيء، هاي بعدل فيها، لاحظوا طبعا لما بتكون محددة هاي الأشياء معروفة، هدول حكينا عنهن الأمور اللي فوق، هون بقدر أكبرها، بقدر أحركها، بقدر أمطها لفوق، بقدر أحطها لتحت زي ما بدي، وبكتب العنوان اللي بدي إياه والأسئلة اللي بدي إياهن. طيب هاي شي هي هاي باك جراوند، باك جراوند يعني خلفية، هسا بكل الخلفية باك جراوند إيمج، لما أضغط شوفوا شو بكل، برضه نفس الإشي، هل بدي من كمبيوتري؟ لنفرض أنا بدي هاي علم فلسطين تكون الخلفية هايها، تمام؟ وين راحت؟ خليني أرد أعمل اللهم صل على سيدنا محمد، أو هاي الصورة بلف بعده، أيوه هايها صارت خلفية نفس الإشي، هايها هاي باكي ظاهرة بس عشان ضعف الانترنت، برضه نفس الاشي بجهزها وبعدلها، وهي بحطها مثلا هون بالمكان اللي بدي اياه، نفس الاشي بعدل كل هاي الامور. طيب او الخلفية ممكن بس اغير اللون، ممكن فقط اغير اللون، هيها صارت صفرة، لا بديش صفرة مثلا، بدي اياها لون اخر، بدي اياها خضرة زي ما بدك. طبعا الفيديو اذا بدك تسجل، عفوا بدك ترفع تسجيل فيديو، مثلا انا بدي ارفع نشيدة مثلا يسمعوها الاولاد او البنات، انا ابن القدس، أشوف من داخل النيربود، لاحظوا أنا ابن القدس، هيو أنا ابن القدس، ومن هون هاي كمان ابن القدس، بشوف اللي بدي إياها، لنفرض هاي تمام، هاي قاعد بحمل،
لاحظوا يا ريت تطبقوا معي عملي، عشان التطبيق العملي كثير بيساعدنا، وأي شغلة فلتت منكم سواء بسبب الإنترنت أو دخلتوا متأخرين إن شاء الله بتتابعوا التسجيل، بس أستاذة حنان وأستاذة فاتن يرفعوه إن شاء الله، وأنا كمان برفعه ومشارككم إياه. هيو حمل لي الفيديو، رائع جدا يعني ما شاء الله. هينو بعدل نفس الصورة، نفس الصورة ممكن أخليه على كل الشريحة مثلا، أو أحط لهم سؤال سؤالين عليه، شاهد الفيديو ثم اذكر ما اسم المدينة التي ذكرت في هذا الفيديو، تحدث عنها، ما عاصمة أي دولة إلى آخره. تمام، إذا هاي من وين جبتها؟ من عند الفيديو، سواء أنا بحثت هون أو سواء برفعه إذا عندي برضو نفس الطرق اللي هي تبعت الصور من لابتوبي، من جوجل، من جوجل درايف، من دروب بوكس أو من الوان درايف. تمام، طيب شو كمان هون؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هون كمان ممكن أضيف أشكال، ممكن مربع، بدي مثلا أنا معلمة رياضيات، خليني أضيف أو أبعد، عفوا معلش بديش أضيف كمان شريحة. هاي فيديو، عفوا هاي مربع، مثلا أنا معلمة رياضيات بدي أقول لهم ما الشكل الذي تراه أمامك مثلا. كمان لما عملت المربع لاحظوا ظهرت عندي الألوان، بيظهر عندي اللون اللي بدي أظهره فيه، لون أحمر، ممكن أعلمه أنا معلمة فن مثلا، ما اللون الذي تراه مثلا، أو لون كذا اللي بدك إياه، ممكن أرسم خط مثلا، يلا أشر هاي البنت شو لأي جهة تتجه، إلى اليمين أم إلى اليسار، ممكن كمان مثلث، دائرة، اللي بدك إياه. طبعا ممكن تعمل أي شيء بدك إياه. اللي أوت حكينا عنها، ممكن أغير اللي أوت، بديش هذا الشكل، ممكن هذا الشكل مثلا، ممكن الأوردر، ممكن لنفرض هاي الصورة، عفوا خليني أحطها هاي، شايفين الدائرة فوق إيش؟ فوق المستطيل. إذا قلت send to back لاحظوا وين صارت الدائرة؟ صارت ورا المستطيل، لا كله أرد برينج تو فرونت، هيها ردت رجعت إلى الأمام. فكل هاي الأمور أنتم تعرفوا. هاي طبعا نص، نص عادي، بدي أكتب نص مثلا، الله أكبر، الله أكبر والنصر للإسلام، الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، ونفس الإشي نفس الخطوات اللي هون، تكبير وتصغير وتلوين وإلى آخره. وهاي سيلكت، وهاي تراجع، هاي أي خطوة عملتها غلط أو بدكش إياها على طول بتعمل تراجع، على طول بتتراجع. وهنا كمان نفس الإشي الروابط، هون في كمان نقاط أشياء ثانية أنتم بتكتشفوها، تنقيط وترقيم، 1 2 3، ومحاذاة لليمين ولليسار وإلى آخره. خلصنا، شو بعمل؟ إذا بدي أضيف كمان شريحة بقول save and add new، بديش خلص بعمل save مشان انتقل لنوع آخر. يا ريت لهون تمام مفهوم، إذا مفهوم اكتبوا لي بالله رقم 4 الآن. مفهوم الآن؟ لاحظوا كم شريحة صار عندي، شريحتين، شريحتين، هاي الشريحة الأولى وهاي الشريحة الثانية. طبعا بأي وقت أنا بقدر أعمل له editing. تمام، شكرا لكم لكل اللي بتفاعلوا معانا وبكتبوا ومتابعين ما شاء الله عنكم. طيب كمان إيديت، نفس الإشي هون، سلايد كلاسيكس، اد بلانك وذ اور كلاسيك إديتر، بديش اخذ كل الانواع انا على فكره. سوي، طيب شو سوي هاد؟ ممكن اضيف سوي من داخل ايش اللي هو النير بورد، يعني سوي جاهز، سوي جاهز يكون مناسب لدرسي. لنفرض انا بشرح عن الحيوانات، هاي بيعطيكي كاتيجوريز، يعني بيعطيكي اللهم صل على سيدنا محمد مجموعات للسويات الجاهزه. تعرفوا شو سوي؟ هسه ورجيتكم واحد من السويات اللي انا عاملتها مثلا عن الورد وول. هل بدك بهاي، بهدول هي شوفوا، بتطلعوا اي واحد مناسب، عن الفش، عن السمك، عن الافريكا اللي هي قاره افريقيا، عن سيزر تشافيز الى اخره، عن كلايمت تشينج اللي هو تغير المناخ، اللي بدك اياه. او بدك تيجي انيمالز، عن الحيوانات، هي بجيب لك اكثر من سوي مصنوعات عن الحيوانات،
تمام. countries and contents بدك إياها تضغط بيجيك عن دول والقارات، هاي مثلا كوبا، تشاينا، إنجلند، أوروبا، فرنسا، ألمانيا، برازيل، أستراليا، آسيا، مكسيكو، جابان، اللي بدك إياه. نفس الإشي لاند ماركس اللي هن التضاريس المشهورة أو المعالم عفوا المشهورة، هاي بيج بن، ساعة بيج بن مثلا، أنت بدك تشرح له عن أهم الأماكن المشهورة في العالم للطالب، فممكن تختار له واحدة من هدول الصور. مجرد ما مثلا أنا بدي أختار إيفل تاور لنفرض، هيني بضغط عليه وبعمل له سيف. الله أكبر الله أكبر، خلص. وفي تحت طبعا أشياء ثانية بتكتشفوها إن شاء الله. تمام، هاي شو صار عندي؟ ثالث نمط اللي هو سوي. أوكي طيب، كمان أد كونتنت. طيب الآن بي دي اف، شو يعني بي دي اف؟ يعني إشي محولينه انت لبي دي اف. اوكي بي دي اف بهذا الشكل او بهذا الشكل بدك ترفعه. نفس الإشي مثلا انا بدي ارفع من هون، لنفرض انا عامله هيو عن باليستاين حولته لبي دي اف، هو وورد وحولته لبي دي اف، او باوربوينت محولته لبي دي اف، او اي شيء انت محوله لبي دي اف يعني. فبتعمل اوبن هيو بكل تحميل، هيو بحمل إشي له علاقة بيكون في درسك طبعا، مشان يثري الدرس، مشان تعمل انريتشمنت يعني إثراء للمادة وللمحتوى التعليمي اللي أنت بدك تقدمه للطلاب، مشان يكون هذا النير بود راح تشوفه الآن اللي راح أبعث لكم إياه رائع جدا جدا. أوكي هاي صار عندي بي دي إف. كمان شو ممكن أضيف؟ باوربوينت. هذا رائع، باوربوينت جاهز. أنا عملت لكم واحد خصوصي قصير مشان الوقت، راح أخذه من سطح المكتب أشوفه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هيو الآن راح يظهر عندي في العرض، لما الآن أبعث لكم اللي بدنا نتفاعل فيه راح يظهر عندكم في العرض شرائح الباوربوينت، سواء كان 5 6 7 10 يعني موجودات في داخل إيش النيربود، يعني هذا مشروع كامل متكامل تقدروا تعملوه لوحدة كاملة. ممتاز جدا، راح تشوفوا قديه التفاعل لما نلعبوا مع بعض إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا أستاذة ابتسام، الله يبارك فيك حبيبتي، شكرا إليك. آمين وإياكم. RP Education. آمين. تمام. طبعا بيعتمد على الإنترنت، أنا عملته كم شريحة بس مشان يتحمل بسرعة. إذا أنا قاعدة بضيف باوربوينت جاهز، مش محولته لبي دي اف ولا إشي، باوربوينت عادي. حلو، يعني أنا بعطيهم شايفين فيديو من الإنترنت، فيديو من عندي على الكمبيوتر، تسجيل صوتي، تسجيل MP3، باوربوينت، بي دي اف، إسوي، اختبارات، هسه بعد شوي اختبار، اختيارات من متعددة، تطابق، يعني تصنيف، يعني والله والله إشي عن جد روعة، قمة الروعة. ايوه شايفين مشكلة الانترنت، معلش راح اوقفه. لا الصبي بيروح. تمام، اذا قاعد بحمل شرائح الباوربوينت. ممتاز، الله اكبر الله اكبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. طيب راح أعمل ريفرش، مش مشكلة، مش راح يحفظها، مش مشكلة. شايفين الإنترنت شوي بعوق؟ تمام. طيب إذا عرفنا كيف بدنا نحفظ، نرفع الباوربوينت من أي موقع إحنا عملناه، بدنا نعمل كمان نشاط. إذا هاي الباوربوينت هيو من هون، ايميجز صور، هاي سهلة ايميجز. تمام، نفس الإشي إما من اللابتوب أو من هون. مثلا بدي، اللهم صل على سيدنا محمد، أشوف من جوجل عن القدس مثلا. شوفوا لما أفتح أكتب القدس قديه بيجيني أشياء بتجنن. هاي بختار مثلا هاي الصورة، بس أختارها، هي أعلم عليها، بعدين بعمل سيف أو باك. باك يعني رجوع، إذا بدي بعمل رجوع، إذا بدي بعمل حفظ. إذا الآن ما جبت صورة من كمبيوتر، جبت من جوجل، من داخل النير بود. هيو شايفين كم صورة اخترت، هاي ما كانتش عليها صح، بس اخترت، حط اللي صح وبعمل سيف على طول. إذا هاي اخترت كمان صورة بعد الباوربوينت، اخترت صورة، بدك كمان صورة، بدك كمان صورة عادي. طيب هاي شايفين، هاي قاعد بيظهر، هاي شايفين ما شاء الله كل إشي بيظهر مباشرة. طيب بعد الصورة شو في أوديو، هاي الأوديو نفس اللي هسه حكيت لكم عنها، فما راح أفتحها. إما MP3 بترفعوه أو بتسجلوا بصوتكم. هنا فيديو، هاي مهم، يا ريت نركز هسه عليها. الآن بدي أفتح فيديو وفي سؤالين تفاعليات ممكن أحط هنا أثناء عرض الفيديو، بحيث إنه الطالب يكون مشدود ويسمع الفيديو وبعدين أعطيه سؤال ورد، يمشي شوي بالفيديو ورد أعطيه سؤال. بس طبعاً لا ينصح بالفيديو الطويل، لأنه أول شيء شايفين بأخذ من الإنترنت وبأخذ من الوقت للطالب وللمعلم. أوكي، إذا الآن برفع فيديو وأحط عليه سؤالين تفاعليات، هاي الطريقة حلوة. الآن لما ضغطت فيديو بيجيني هاي القائمة بكل الفيديو، بدك من الفيديو لايبراري، من هدول الموجودات، من هدول القوائم حسب الصفوف وحسب المواد اللي حكينا عنهن، ولا بدك من اليوتيوب، هاي اليوتيوب اللي هي سواء قناتك سواء أي قناة حدا ثاني. نفس الطريقة، مثلا ميس شلاش مثلا، أقصانا مثلا، أو بدك من ماي فيديوز، من فيديوهات اللي إلك، ولا أبلود فيديو، بدك تحمل فيديو من عندك. لا أنا اخترت اليوتيوب، كل واحد حسب ما بده طبعا، اللي بدك إياه. أنا كتبت اسم أشوف موجود ولا لا. بسم الله، إذا بدي أبحث عن اليوتيوب. هلق بسم الله، هيو أجي، معلش هو والإنترنت. تمام، أجاني أكثر من فيديو. لاحظوا لو أنزل لتحت، تحت في كثير كثير أشياء بتجنن. مثلا هاي واحد اسمه عدي الأخرس، أقصانا، اخترته. لاحظوا لما اختاره بصير عليه أزرق معلم، يعني محدد، وبكل لي هاي صارت مفعل السيف أو كانسل. كانسل يعني كنسله خلاص، ما بدي اياه. يلا هيو قاعد بحمل لي فيه الآن. مش بس هيك، مش بس بدي أحمل الفيديو. شوفوا الآن شو ظهر عنا، add activity. add activity يعني أضف نشاط، وطبعا هون في نشاطين فقط اللي هن بقدر أضيفهن على الفيديو. لاحظوا لما أضغط عليهن بكل، هل بدك تضيف open ended question يعني سؤال مفتوح، ولا multiple choice question يعني سؤال متعدد وخيارات 1 2 3. خليني أبدأ في multiple choice إذا ظاهر.
بعده شوية، هيني صابري بعدين ما يظهر معاكم. تمام، بدي اختار مالتيبل. شو يعني مالتيبل؟ يعني اختيار من متعدد. يلا نشوف، بفتح لي الآن صفحة ثانية. إذا هدول الأسئلة من ضمن الفيديو. بدي أكتب مثلا حصلت أو حدثت، حصلت مجزرة مثلا، هو شاف فيديو وشاف معلومات ومديت رأيه وبي دي اف وإلى آخره. الآن بدي أسأله حصل وبده يشوف في فيديو. طبعا حصلت مجزرة الحرم الإبراهيمي الخليل، وأنت مثلا 1996 ولا 1998. بقدر أضيف سؤال كمان، بقدر 1994. ولاحظوا هون مهم جدا إني أختار الإجابة الصحيحة، لازم أحدد له الإجابة الصحيحة. طبعا إذا بدك تعمل هذا، ليش كمان بشرحه؟ لأنه بعد شوي بده يجينا اختيار متعدد، فبكون موضحت لكم إياه. بدي أعمل ديليت مثلا، بعمل على ديليت هاد أو هاد. بدي أعمل مثلا، لا بديش هذا السؤال الخيار الصح هون، ممكن أعمل سحب وإفلات وخليها رقم واحد. هاي بجوز أعملها سحب وإفلات أخليها رقم اثنين وما إلى ذلك. إذا بدك كمان أد أنسر، بتضغط هنا بضيف، هي شايف ضف لك. بدك إيش على طول بتحذفها. خلصنا، عملنا سيف. إذا هاي إضافة سؤال على الفيديو، أنا ما بدي من بدايته. شوفوا قاعد بمشي فيه الآن، ظهر بأول الفيديو، لا أنا بدي إياه مثلا لنفرض هذا الفيديو بتحدث عن مجزرة الحرم الإبراهيمي، بدي إياه بعد دقيقة ونص، وهو يحضر بالفيديو بعد دقيقة ونص لحاله. الفيديو بيوقف، بيعطيه السؤال، بجاوب الطالب، بردها، يرد، بمشي كمان مرة أخرى. هاي بعمل له سيف. أوكي، وفي أشياء خيارات تحت برضو أنت بتشوفها، بدك توقيته، بدك أشياء تقص منه، كل هاي الأمور أكيد أنت راح تكتشفها. إحنا بدنا نحطكم إن شاء الله على بداية السلم، لأنه في كثير أشياء، لكن بعطيكم أهم الأشياء إن شاء الله. هي الفيديو ظهر هون. طيب كمان شو في نشاط ممكن أعمله الآن؟ هدول الأشياء اللي هن، وين وصلنا؟ عند الاوديو، عند الانتر اكتف اللي هي تفاعلي، ويب كونتنت. هاي كمان حلوه كثير. شو الويب كونتنت؟ بمعنى اني بجيب له موقع من الويب، لنفرض بدي اجيب له عن اللهم صل على سيدنا محمد، مجزرة، هي نفسها مجزرة الحرم الابراهيمي، كله الاشياء متعلقه في الدرس. بدي اجيب له سواء موقع من الويب، سواء فيديوهات، سواء صور، سواء مواقع اللي بدك اياه. انا بدي افتح موقع مثلا، هاي مذبحة الحرم الابراهيمي، بجيب الرابط كالعادة. بتعرفوا كيف تجيبه؟ نسخ ولصق. نسخ، بتمنى انها ظهرت. إذا هنا موقع من الويب، بمعنى إني بجيب له كأنه مواقع هامة يدرس عنها، تساعده في الاختبار أو في الدرس، النير بود إلى آخره، مشان يجاوب بشكل صحيح. أنا راح أوقف عبين ما تظهر، لأن متابعة معكم على الجوال. يلا حلو. يعني هون الانتر اكتف اسمه انتر اكتف، يعني تفاعلي، يعني اشي حلو بجنن. ايوه نسخته الان، برجع على النير بود، بعمل وين؟ لصق في مكان الرابط، مكتوب لي يو ار ال، يعني انتر ذا ويب سايت يو ار ال، يعني دخل الرابط تبع الموقع مشان يشوفوا الطلاب والى اخره. تمام، هيني نسخته وبعمل له بالاخر سيف. راح اوقف ابين، هيني مش شايفه. ايوه سيف، خلص نسخته. تمام التمام. شو بقول لي؟ تقبير ذات وي ار نوت ايبل تو اكسس، بليز تشيك ذا سبيلينج ايرور. طيب في مشكله، في بقول لك ايرور، طيب مش مشكله. المهم راح ارد اعمل مره اخرى، ما ظبطش من غيره طبعا. بسم الله.
تمام، هاي ينضاف، ممتاز ما شاء الله. شوفوا هاي بعد الفيديو شو ظهر، اللي هو مذبحات الحرم الإبراهيمي. طبعا إذا بدك مثلا تغير هاي الشريحة قبل هاي، ما عليك إلا تعمل هيك حمل، يعني سحب وإفلات كأنه. معلش، هاي سحب وإفلات، هاي نشوفه قاعد وين بغير وبقيم. ها شوفوا وين ما بدي، فوق تحت بغير، هاي محل هاي، هاي الشريحة محل هاي، اللي بدك إياها. كمان نفس الإشي ممكن تعمل ديليت، بتعلم عليها بس تعلم على الشريحة وتعمل ديليت، أو كوبي مثلا ممكن تعمل كوبي هون وتعمل كمان مرة بيست، فمباشرة هاي بصير في نسخة ثانية للشريحة اللي بدك إياها. تمام، هاي عملنا كل هاي الأمور. طيب خلينا نكمل هون. إذا هاي من وين جبتها؟ من عندي الانتر اكتف. الانتر اكتف اللي هي التفاعلي، هيها على جنب، هيها موجودة. ويب كونتنت هيها أخذناها. بي بي سي فيديو، هاي مناسبة لمعلمين الإنجليزي، اللي هي تبعت بريتش برودكاستنج كوربوريشن، هيئة الإذاعة البريطانية. يعني ممكن أجيب موقع لطلابي مشان البرونسيشن، مشان أي شيء معين ممكن يتحدث عن هاي المجموعات environment and living species، عن البيئة وعن اللي هي الأنواع الحية. ماشي، هي عن الحيوانات مثلا ممكن أختار هذا، مثلا بديش ممكن عن الصحة، مثلا بدي عن innovation and technology، عن التكنولوجيا مثلا أنا معلمة حاسوب، هي عن الروبوتات مثلا، التاريخ، عن القيادة، اللي بدك إياه بختار مثلا هذا وبعمل له سيف. اي واحد بدي اياه له علاقه بدرسي، انا هسه بدي اختار اي شيء. تمام، اذا انا قاعده بعمل محتوى تفاعلي بجنن. شفتوه هي انضاف تحت روبوتس بلاينج جيمز، اللي هن جيمات العاب الروبوتات. كمان بدي اضيف اشي تفاعلي. ممتاز، وين وصلنا؟ عند البي بي سي اخذناها. نير بود، هاي رائعة جدا. نير بود اللي هي 3D دايمنشن، اللي هي ثلاثية الأبعاد، هاي خاصة لمعلمين العلوم مثلا، أو التاريخ. ممكن في أشياء بتخص التاريخ زي الأهرامات مثلا، أنا معلمة علوم بدي أخذ عن جسم الإنسان، بدي أخذ عن الأسماك، بدي أخذ عن الأرض. أنا معلمة جغرافيا بدي أورجيهم الأرض أشكالها. لنفرض هاي، وراح تشوفوا الآن بالمشروع اللي بدي أبعث لكم إياه كيف بتقدروا تغيروها وتحولوها وإلى آخره. بدي أخذ هذا الحيوان مثلا، على الحيوانات اللي بدك إياه. إذا رائع جدا، 3 دايمنشن يعني إشي بجنن، يعني كأنه الجسم قدامه مثلا، إذا جسم الإنسان وبحركه يمين شمال إلى آخره، مشان تشرح له هذا كذا مثلا عن القلب، البطين الأيمن، البطين الأيسر، أبصر إيش هذا الجزء اسمه، أبصر إيش. طبعا فقط الأجزاء الموجودة، الأشياء عفوا الموجودة، ما بصير تبحث عن أشياء ثانية. طيب شو كمان؟ اللهم صل على سيدنا محمد. في الانتر اكتف خلصنا النير بود. هاي للرياضيات، لاحظوا هذا السيميوليشن زي الكسور والاشياء هاي. شوفوا شو ممكن تختاروا، كيف بدك تعلمه مثلا كسور او اشياء هاي ماث. هاي شايفين رياضيات للصفوف الاساسيه، ماث للمدارس الوسطى، ماث للمدارس العليا، ساينس كمان علوم للمدارس نفس الاشي، ساينس اذا ساينس وماث. لنفرض هذا بدك اياه عن كسور او هذا، بتختاره وبصير تغير في الاسهم اللي فوق ولا تحت، وبصير يبين الشكل نص وثلث وربع وخمس، بدك تعلمه مثلا على الكسور. وهي اشياء موجوده كلها فقط من الأشياء الموجودة. اللي نفرض أنا بدي أضيف هاد أو هاد زي ما بدك، وبتعمل له سيف واحد بس، واحد بس. بدك بترد تعمل كمان مرة إضافة وكمان مرة، لكن يكفي مرة واحدة في كل نيربود. تمام، احنا قربنا نخلص هنا الأنواع، مشان أعطيكم آخر إشي اللي أنا عاملته مرتب، ونعمل تفاعل ونشوف مين رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاث. إذا هاي من وين جبتها؟ من هون. طيب الآن في كورونا منعنا نروح ولا نيجي لا رحلات ولا إشي، الآن بإمكانك تأخذ طلابك وزملائك على رحلات ببلاش، وإنت قاعد على تختك وبحدك كاس النسكافيه أو القهوة، وتروحوا في رحلة سعيدة ورائعة جدا جدا. ممكن تأخذهم على أهرامات مصر مثلا، تكتب لهم بايراميدز، نشوف إذا موجودة بايراميدز، لا سوري عربي،
بيراميدز. إذا هاي رحلات افتراضية بسموها، وإذا إلك النظارة هاي اللي بنلبسها لما بنروح نحضر في السينمات الـ 3 دايمنشنز هذول، حلو جدا بتبين كأنك موجود هناك. هاي الأهرامات، هاي بيراميد أوف جيزا، كافرن أند خوفو، أوكي، أو خفرع، عفوا خفرع أند خوفو، أوكي. هيني بحثت، أنا عملت بحث على البيراميدز، بدك على القدس، بدك على أثينا، بدك على برج إيفل، اللي بدك إياه. كتبت بيراميدز هنا في البحث، فطلع لي هنا أشياء ممكن مناسبة، أشياء مش مناسبة، باخذ اللي بدي إياه. وبتصير تحرك برضه، بتفوت كأنك موجود، بتحرك يمين وشمال وأعلى وأسفل، كأنك ماشي في المكان نفسه، بتعيش اللحظة سعيد جدا جدا. فهاي يلا رحلة ببلاش اعطيناكم مجانا. يلا كمان شو كمان ممكن نضيف؟ طبعا هسه كله يمكن مش واضح، لكن في المثال العملي اكيد راح تشوفوا كل هاي الاشياء. طيب اللهم صل على سيدنا محمد، هاي خلصناها. الان نيجي للكويزز اند جيمز اللي هن الالعاب. الكويز حكيت لكم عنه، اللي هو مالتيبل تشويس، يعني بتعمل سؤال. كيف هسه حكيت لكم حدثت مجزره الحرم الابراهيمي في تاريخ 1 2 3، او الصوره الاتيه تعبر عن كذا. تعطيهم مثلا الاطفال صور حيوانات، وتقول لهم صوره مثلا الديناصور هي رقم 1 2 3 مثلا، الى اللي بدك اياه، او الكلمه التي تعني كذا، او الجمله الاسميه، او حد الفاعل في الجملة الآتية، اللي بدك إياه. درؤت هاي رسم برضو حلوة. كيف الآن قبل شوية أعطيتكم ارسموا بين التطبيقات اسم التطبيق واسم وصورته كمان هون آد. يلا درؤت student respond with drawing text or image، يعني ممكن يبعث صورة الطالب، ممكن يبعث نص، ممكن يرسم رسمة عادية. تمام، هيو بلف. إذا هاي من ضمن الجيمز اند كويزز، شفتوا؟ إذا جمع بين الدروس وبين ألعاب، مش زي الكاهوت وزي المصاريف اللهم صل على سيدنا محمد الورد وول مثلا ألعاب فقط. تمام، إذا هون بكتب مثلا instructions تعليمات. إذا بدي أعمل هون ممكن اللهم صل على سيدنا محمد بليز، ممكن اكتب بالقلم، ممكن اكتب اغير اللون. هاي القلم شايفينه. Got it. Improve your draw it with these tools. طيب مثلا بكتب له اللي بدي اياه، بعمل باك جراوند مثلا، ممكن اضيف له باك جراوند، عفوا بلانك باك جراوند مشان يرسم عليها، يعني ما عليهاش شيء بيضه. او ممكن انا محضره اد باك جراوند، انا محضره وحده الان، محضرتها وين على سطح المكتب، هيها حضرتها صورة للتصنيف مثلا لنفرض. ممكن أقول له صنف الحيوانات الآتية إلى، ها مثلا صنف الحيوانات سوري صنف الحيوانات الآتية إلى حية وغير حية مثلا، وغير سوري وغير حية، اوكي. وبعطيه اللي بدي اياه مثلا ارنب قطه اللي بده اياه. فممكن هنا بكتب التعليمات، اذا بدي هنا instructions تعليمات، هنا add timer. شو يعني تايمر؟ يعني وقت، قد ايه بدي مثلا 15 ثانيه، 30 ثانيه، 45 ثانيه، دقيقه، ممكن اعطيه 45 ثانيه، دقيقتين، قد ما بدك. وبعمل له add مشان يعني يلتزم في الوقت. كمان هون add image audio or other media، هل بدي اضيف مثلا صوره ولا اوديو يعني صوت، ولا بي دي اف، ولا اوديو ريكوردر اسجل صوت، ولا ويب كونتنت، ولا فيديو. كل هاي الامور عرفنا كيف نرفعها بالطرق نفسها. لنفرض انا بدي اضيف صوره، بضغط على صوره بس عشان احنا الوقت. طبعا شايفين هاي الرموز، او عفوا العناصر اللي ظهرت، هاي اللي هي للرسم، فممكن بالقلم، ممكن في هذا الهايلايتر، ممكن بالممحي محل اللي بده اياه، ممكن يرفع صورة، ممكن تكست على طريق الكيبورد، ممكن هاي الأشكال اللي هي المربع والمثلث.
مثلث، ممكن فيهم نقاط أخرى، فيديو جيف اللي هي صورة متحركة، إريز أول يعني يحذف كل الأشياء اللي بده إياها، وبالآخر على طول بعمل سند وخلاص، تمام التمام. إذا هاي بالنسبة للرسم. أوكي، رسم مش بس رسم هون، فقط رسم، كتابة، صورة، اللي بده إياه، تمام. إذا هاي أشياء بتجنن عن طريق الجيمز أند كويزز. شفتوا ما أحلى أن يربط يجمع بين الدروس والعروض والمحتوى التفاعلي. طيب نشوف شو ضايل عندنا من العناصر. أوكي، ننزل لجيمز، هاي عملناها. هاي كمان حلوة لمعلمين العربي والإنجليزي. شفتوا قاعدة أنا كل العناصر بقول لك معلم الرياضيات، معلم الإنجليزي، معلم العربي، تمام. هون بيعطيني أشكال شكل الشريحة اللي بدي تظهر عندي، لكن الآن مش سلايد، لا بدي كلمة ناقصة يكتبها الطالب مثلا. برضو على نفس الموضوع اللي كنا نكتبه، حدثت مجزرة الخليل في 1994، تمام؟ ممتاز. ممكن أخليه fill in the blanks، يعني هو يكمل، عفواً، وخلاص. لا سوري. خلي فيها 1994. نيكست. طبعا الان لما عملت نيكست، لاحظوا اني كلمه اللي بدي اياه يخليها يكتبها بعلم عليها، بس اضغط عليها شوفوا شو بده يصير. هيها بمعنى بده يكتب حدثت 1994. ممكن كمان نص اكبر مثلا، وكيم كمان كلمه وكلمه وكلمه، بمعنى انه الان ظاهري امامكم الاجابه، لكن لما اعطيكم اياه كرابط وتلعبوه لا ما بيظهر بالفراغ، بيظهر فارغ، فانتوا بدكم تكتبوه وخلاص. اذا تمام التمام ممكن اعمل كلمتين، فراغين، ثلاثه، قد ما بدي، وبعمل ضم خلاص. بس الفكرة المهم هي بكل successful، يعني نجحنا. طيب شو ظل عنا؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هاي خلصناهن هدول. ميموري، يا سلام على الميموري تاج، هاي بتجنن، هاي رائعة رائعة رائعة. الآن هنا بدنا نختبر معلومات ذاكرتكم، عفوا. مثلا ممكن أكتب له اللهم صل على سيدنا محمد حيوانات مثلا، او دول او اعلام، اللي بدك اياه حسب الدرس اللي بدك اياه. لنفرض هون بده يعمل تيست للميموري تبعته، حمار وحشي. شوفوا بكتب قاعده هون، انا بحث عندي وبشحط سحب وافلات وبحط هون لحالها، بتظهر الثنتين. كلب. قديش بدك أزواج؟ عادي حسب ما بدك. هذا كلب، هاي كلب، هاي كمان شحطه. شوف قد إيه هون بكل الأزواج شو مسموح فيهم، شو بكل عند هون الإعدادات. هل بدك ثلاث أزواج، ست أزواج، ولا ثمان أزواج، ولا 12 زوج أكثر إشي؟ طبعا أحلى إشي خير الأمور الوسط، إما ستة أو ثمانية، خلاص تمام. بدك إما صور، أنا ضفت صور، ممكن تكست، أنت تعمل تكست كمان، ها كمان تكست، ممتاز. ممكن مثلا هاي إيه، ممكن تكتب إشي مثلا طويل، هاي طويل طويل. ممكن كمان نص مثلا فلسطين فلسطين إلى آخره. خلصت كل شيء تمام، يعني ممكن شايفين ضفت نصوص وضفت إيش صور، تمام. فاينل كويشن إذا بدي بفعلها مشان يعمل له سؤال يعني نهائي، لا ما بدي. got it please complete cards to continue. بده كمان cards، طيب كمان كارد معين. ممكن تونس تونس، ممكن هون مصر أو الكويت، الكويت خلاص تمام. هي عملنا دن وخلصنا.
إذن هاي للميموري، يعني بده يصير يفتح الصورة ويشوف مين الصورة اللي مناسب اللي هي نفسها شبهها وهكذا. طيب سوري، ننزل تحت كمان مرة أواخرهن اللي هن عند الجيمز. إحنا صرنا هاي عملناها ميموري، هنا time to climb، هاي حلوة بجنن، هاي اللي بتبين مين الأول ومين الثاني ومين الثالث. هسه بالمسابقة اللي بدنا نعملها عشان نشوف مين أنشط ثلاثة، مين اللي بيوصلوا للقمة، قمة الجبل time to climb، يعني كأنك بتتسلق قمة الجبل، يعني أنت الأول، يعني أنت المميز، أنت المبدع. تمام، إذا هاي time to climb اللي هي تسلق الجبال، هي رائعة جدا، بتمنى إنكم عن جد تعملوها. تمام، تايم تو كلايم نفس تقريبا الكويز، بس هنا ايش؟ انه تسلق جبل. متى مثلا، انا بس بدي اضيف سؤال، متى حدثت، ما بديش اكتب اسئله، بدي اكتب هيك اشياء واكتب اي شيء، معلش، لانه نفس تقريبا اللي هو الاختبار من متعدد، برضه بتقدر تضيف كمان اجابه لنفرض هاي الاجابه الصح، وبدك كمان تضيف كمان اد كويشن، بتضيف بدكش، خلاص اشوف نعمل سيف. دائما كل نشاط شايفين نعمل له سيف. تمام، آخر إشي تقريبا اللي هي دراج اند دروب، دراج اند دروب أتوقع صح، ماتشنج بيرز، تايم تو كلايم اخذناها، دراج اند دروب زي التصنيف اللي هسه حكينا عنه، بس مش طريقة الرسم، لا بالسحب والافلات، هون زي طريقة التصنيف، هي طريقة تصنيف تقريبا، بس هون سحب وافلات، سحب وافلات. ننسحب وإفلات، نفس الإشي بدي أكتب طبعا هنا اللي هو السؤال، هنا instructions تعليمات، هاي السؤال هون طبعا بختار اللي بدي إياه، صنف، اللي إلى آخره، اكتب خرابيش بس. اختار اللون اذا بدك بالقلم، بدكش عادي تعملها، تكتب هون تصنيف، مثلا بدي اصنف الدول الاسيوية الافريقية او الكائنات الحية من كائنات غير الحية او الاسماء من الافعال، نمر مثلا، شوفوا شو بيجيني، بيجيني هون أشياء بكل لي هل بدك؟ صنف الأفعال والأسماء، مثلا أنا معلمة عربي مثلا، الأفعال مش مشكلة، الأفعال والأسماء. تمام، الآن كتبت أول كلمة هيها، لاحظوا شو بيجيني، بيجيني بدي أختار حجمها، سمول يعني صغير، ميديوم وسط، لارج، اللي بدك إياه، خلصت بعمل دن أو بحذف. الكلمة الثانية رمى مثلا، نفس الطريقة وهكذا، بحط قديش بدي أزواج عادية
جدا وخلاص ضن وهكذا، نفس الاشي هدول اللي بتحكم فيهن. اذا بدك برضو اد باك جراوند نفس الطريقة، بروح من وين بجيبها، اما من عندي انا محملها او من الانترنت، او بخليها انا فاضية زي ما بدي. انا محضرة وحدي مثلا، لنفرض هاي خلفية كائنات حية وغير حية، فخلاص عملت كل إشي تمام، وكتبت هون كمان مرة بكتب كمان كلمة وكلمة وكلمة قد ما بدي، وبعمل إيش سيف، لكن قبلها بعمل هاي التعديلات قبل ما أعمل سيف. طيب، أو بتعمل خلفية بيضة عادي وإنت بتكتب كتابي، يعني زي ما بدك. أنا حضرتها بصراحة على الكانفا وحفظتها كصورة وخلص ورفعتها بالمشروع الأخير. يلا ثواني إن شاء الله بعطيكم المشروع وخلص. معلش يعني لما بدنا نشرح كل إشي بالتفصيل لابد من الإسهاب فيه، واللي بيقدر يغادر في تسجيل إن شاء الله، في تسجيل للحصة بيقدر يتابع أي إشي ما حضروش. إذا هاي دراج أند دروب، دراج أند دروب بالسحب والإفلات، راح تشوفوه الآن بالمثال اللي راح ناخذه. بتصيروا تسحبوا مثلا كلمة رمى على ناحية الأفعال، تسحبوا كلمة نمر اللي هي على الأسماء وتفلتوها وهكذا، أو الكائنات الحية وغير الحية. طيب آخر شيء نشوف شو ضل عندنا من الجيمز. شوفوا قد ايه صار عندي شرائح منوعة، ما بين الكويزات، ما بين الدروس، ما بين العروض، ما بين المحتوى التفاعل اللي بجنن. طيب نشوف شو ضايل عندنا. ماتشنج بيرز، هاي كمان رائعة جدا، كل واحدة بقولكم عنها رائعة على فكرة. آخر إشي بضل الديسكشن اللي هو في نقاش، رح أعطيكم بس الكولابوريت، الفليب اللي هو على فليب جريد، اللي هو كان اسمه فليب جريد زمان، هسه صار اسمه فليب تسجيل صوت، وهذا ما بدي احكي لكم عنه عشان الوقت. الان هنا اد بيرز، شو يعني اد بيرز؟ يعني هنا مثلا بدي كله صل بين الحيوان وصوته مثلا، لنفرض ماشي. هنا بدي اعمل مثلا صورة قط، أنا بدي أجيبها من هون من عندي من الكمبيوتر، يعني من جوجل عفوا، أو من الكمبيوتر هون مو طبعا، شايفين؟ وإذا بدي بحذف بحذف، بدي هون بصغر بكبر، هاي الأمور كلها بعملها. شفتوا كيف كبرتها على الزائد على الناقص زي ما بدك. تمام، عملت ضن كمان. آد بير، طبعا بصيرش بير واحد، لازم أكثر من بير. كمان بير، ممكن كلب، أجلكم الله كلب. هنا add image كلب، عفوا كلب، هناك الصوت عفوا، هسه بنعدله كلب. أشوف هاي صورة كلب هنا، لا بدي أعدل مباح، لنفرض خلصنا. عملنا زوجين ثلاثة أربعة قد ما بدك تعمل، إحنا عشان الوقت خلص نكتفي. إذا عملت صورة وصوت، ممكن صورة وصورة، ممكن الكلمة وعكسها، ممكن العلم والدولة اللي بتمثله مثلا، يعني كثير أشياء ممكن أعملها، ممكن الكلمة ومعناها بالإنجليزي اللي بدك إياه. خلصنا، بعمل له بريفيو اذا بدي بريفيو يعني معينه، بديش بعمل كانسل، بدي تايمر، بضيف وقت زي ما هسه ضفناه، ما راح احكي عنها لاني حكيتها. سيف، سيف يعني حفظ. اذا هون بدي اوصل بين الحيوان وصوته، ممكن تضيف قد ما بدك ازواج. بس بنيجي على الديسكشن يعني المناقشة، يعني زي اللي هو اللوح التفاعلي، بمعنى زي السبورة، زي السبورة تقريبا، تكتب تعبر تناقش إلى آخره، وبالإضافة للاستبانة، هدول بس الشغلتين اللي ضلين. الفليب ما راح أحكي عنها لأنها بدها وقت، مش معنيين فيها الآن. تمام، إذا الآن ديسكشن آخر نوع.
تمام، نوصل على سيدنا محمد. إذا آخر شيء الديسكشن اللي هو حكينا 4 أنواع الديسكشن هنا، اللي هو كولابوريت بورد اللي هو يعني الحائط التفاعلي، فليب حكينا اللي هي بدي أجيب رابط من الفليب اللي هو إلي، إذا إلك حساب على فليب مشان إيش تجيب إجابات على الفيديو، بول اللي هي الاستبانة هاي ما أكيد كلنا بنعرفها، وأوبن إندد كويشن هسه حكيت لكم عنها أثناء الفيديو اللي هو سؤال مفتوح ممكن، ماشي، بس ما عملناهوش، بس حكيت إنه ممكن أقول له عبر عن رأيك، ما رأيك بكذا. طيب خليني أشوف الكولابوريت بورد اللي هو اللوحة التفاعلي، بمعنى الآن أنا بقدر أبعث لكم رابطه وتكتبوا جملة أو تبعثوا صورة، عبروا عن رأيكم بالورشة، عبروا عن رأيك بما يحدث في القدس، إلى آخره اللي بدك إياه، بحيث إنه بيظهر كل واحد اسمه. إذا بدي أنا أظهر الأسماء بديش بخفي الأسماء كالعادة، إنه فلان كتب كذا، فلان عبر كذا، وين فلان؟ ليش يا فلان انت يا احمد مش مشارك؟ ليه يا سلمى مش موجودة؟ ليش يا آلاء وينك؟ ليش هيك؟ الى اخره. الان لاحظوا نفس الاشي، برضو بختار ايش الخلفية، طبعا هاي الخلفية الاوريجينال، اذا بدي بختار من هدول الخلفيات زي ما شفنا هسه بالسلايد تقريبا، هنا الكولابوريت بورد اللي هو بدي اكتب عنوانه مثلا، عبر عن رأيك بما حدث في القدس من انتهاكات حديثة من قبل الصهاينة مثلا. إذا بدك تحط صورة نفس الإشي، مش بس صورة، نفس الطريقة هسه ظهرين عندنا هدول صور وكذا وكذا اللي بدك إياه، تمام. وعلى طول هيو بتحط مثلا أنت بترفع صورة إذا بدك كمان عن القدس، عن أي شيء بدك إياه، أو فيديو أو صوت أو جيف، وبتعمل على طول بس ترفع، بتتفعل هاي السهم إنه يعني إرسال، وبتعمل سيف، وانا بعمل لك الان سيف، بس انت لما توصلك بتعمل سبميت يعني ارسال، بتظهر عندي كمعلم بشاهد مباشره. راح اشوف الان انا وياكم، راح نشوف ان مين اللي مشارك ومين اللي مش مشارك، وحضروا حالكم نشوف مين رقم واحد ومين رقم اثنين ورقم ثلاثه. اخر شيء، اخر شيء اللي هو البول اللي هو الاستبانه، شفتوا قد ايه ما شاء الله في اشياء بتجنن. البول والاوبن اندد حكينا سؤال مفتوح، عبر عن رايك بكذا، ما رايك بكذا، اكتب عن عما تعلمه عن مثلا مدينه القدس فيما لا يزيد، او الخليل فيما لا يزيد عن سطرين مثلا، او 3 اسطر او فقرتين اللي بدك اياه. ممتاز، إذا هاي آخر إشي البول، وراح الآن أعطيكم رابط لواحد من النير بودز أنا عاملته عن قمة إيفرست، حضروا حالكم. في كل الأنواع إن شاء الله، حاولت أعمل كل الأنواع فيه مشان تشوفوا كيف عاد بدكم تحلوا فيهم. تمام، الآن البول طبعاً بدي أكتب سؤال هون، ما رأيك؟ أو النير بود، مش ما رأيك النير بود تطبيق تفاعلي، وافق بشدة مثلا، وافق بشدة، أيوة وافق، ممكن أضيف كمان جواب هون، لا أوافق، لا أوافق، إلى آخره، لا رأي لدي. طبعا هون ما فيش إجابة محددة، نفس الإشي هون إذا بدك ترفع صورة، تايمر هون هاي حلوة، allow students to select multiple choice، إذا بدك تفعلها إنه يختاروا أكثر من إجابة، بس أنا لا أؤيد الرأي، طبعا الرأي إما أوافق بشدة أو لا أوافق أو لا أوافق، واحدة منهم. عملت سيف، خلص خلصنا، هيك عملنا كل أنواع الأسئلة بإذن الله. بتمنى إني هيك وصلت الفكرة اللي بدي أوصلها. الآن كيف بدي أشارك، حكينا كمان كيف بدي أشارك فيها، كيف أنقله لمجلد، هسه بعد شوي بحكي لكم عنها على السريع إن شاء الله، بدي أعطيكم الآن الرابط نتفاعل فيه.
يلا ممتاز. الآن شو خلصنا كل إشي، بعمل إما بريفيو أو بعمل سيف أند إكزيت، وبعدين بعمل بريفيو. أنا مشان أخاف لا أطلع وأنسى ويروح كل شغلي، لا بعمل سيف أند إكزيت الآن لكل العناصر اللي عملتها. لاحظوا كنت كل عنصر بعنصر أعمل له سيف 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 سيف، بعدين هسه لكل العناصر اللي هن أنواع الأنشطة التفاعلية والعروض عملت له سيف لكل الإيش اللي هو النيربود. تمام، هيك انتهى معانا اللي هو مشروع النيربود، مشروع كامل متكامل، محتوى تفاعلي تعليمي رائع وبامتياز بصراحة. طبعا أنا كمعلمة بكون عارفة شو بدي، عارفة شو لإيش الدرس، عن إيش بشتغل. طيب هسا بده وين يجي؟ في اللايبراري تبعتي. شو اللايبراري؟ يعني اللي هي مكتبتي أنا، مكتبتي أنا. تمام، هي ظهر الآن، نشوفه ظهر عنا ولا لا. هيو إذا هي ظهر عندنا الآن. بعطيكم اللي هو اللي بدنا نتفاعل فيه، لكن قبل بدي أورجيكم هذول الشغلات اللي حكينا عنها بس شوية. شير with teachers حكينا عنها، كيف أشارك عن طريق رابط وعن طريق الإيميل وعن طريق اللي هو التضمين وإلى آخره. duplicate يعني إذا بدي أكرره، مثلا إذا بدي أكرره بديش حدا مثلا يلعب لي فيه بعمل له duplicate. add to folder، لاحظوا لما أضغط أجاني الفولدرز اللي أنا مكونتهم. هل بدي اروح اوديه على اختبارات اثرائيه ولا على الاول ثانوي ولا على العاشر ولا على بوصله المستقبل؟ اذا بدي بس اضغط هون مثلا، لاحظوا اتفعلت هون صارت زرقاء على طول، بعمل له اد لسون، فبلاقي هذا الدرس في اللي هو الفريق او مجلد عفوا بوصلات المستقبل. بديش، لا بدي مثلا مع عاشر، مع ثاني ثانوي، اي صف بدك اياه، بس ما عليك الا تعمل اد، بس انا ما بدي اعمل له اد. تمام، اذا ضغطت ماشي على مجلد اضافه فاجاني. طيب هاي من وين جبناها؟ من عند النقاط الثلاثه، اد تو فولدر، اكسبورت از بي دي اف. لما اضغط بكل، هل بدك تحفظه كبي دي اف هذا المشروع على جوجل درايف ولا على لوكال درايف؟ لوكال درايف قصده على كمبيوتري على طول. الان لو افتح لو انزله بيجيني على التنزيلات عشان الوقت ما بدي اعمله، او بتحفظه على جوجل درايف اللي بدك اياه اللي بريحك بتعمله. تمام، كمان ريبورتس اللي هن التقارير، بعد شوي لما نلعب اخر واحد ان شاء الله بفتح لكم على التقارير، ببين لك الاسئله والعدد والنسبه ومين جاوب ومين ما شاركش والى اخره. واذا بدك ديليت، هاي ديليت بتحذفه كلياته. الان حضروا حالكم، قايل لي الان اللعبه اما بلعبها، لاحظوا لايف بارتيسيبيشن او ستودنت بيس. ستودنت بيس زي يعني واجب، كانه يعني انا كاني بعمل لهم اياه واجب، اما عن طريق ببعث لهم اياه كود اللي هو زي هدول الارقام، احرف وارقام، طبعا هو عاده بيكون صالح لمده 29 يوم، او عن طريق الطرق اللي حكيناها او عن التيمز كمان. تمام، وطبعا هنا اذا بدي اخلي يعني ينط او يعني يقفز عن سؤال بحفظ له عادي، بسمح له، بديش عادي كلنا هاي الشغله. لا انا ما بدي اشاركه الان كرابط. الان بدي اعمل، شوفوا هون اديت يعني اذا بدي احرر اي شيء، بريفيو معينه، انا بدي العبه الان مباشر. يلا حضروا حالكم، خذوا الكود الان، راح ابعث لكم رابط او كود وتلعبوا معي مباشر. اخر شيء خلصنا. يلا جاهزين، جاهزين للعب. آخر إشي يلا، معلش طولنا، بس اللي بده يحضر وبده يتقن التطبيق لازم يتابع كل إشي. الآن أنا لما ألعب مباشر، بمعنى أنا وياهم سواء في مختبر الحاسوب أنا وياهم، سواء أونلاين على التيمز على جوجل ميت على الزوم، الآن بدي أبعث لهم هذا الكود، إما عن طريق كود أو عن طريق رابط اللي بدك إياه اللي بريحك. تمام، أنا بدي أبعث لكم الرابط والكود، لحظة على الشات، هيني راح أبعثه.
جاهزين وبقوة. يا سلام على الحماس يا ابتسام، الله أكبر. شو الغير فعال؟ أنا لسه الآن بعثته، الآن بعثته يا زهيرة، الآن بعثته. يلا خذ الرابط، ادخل عليه، بدنا نلعب مباشر، بدنا نلعب مباشر. شكرا يا دكتورة مطيعة، شكرا. إذا إما عن طريق الرابط أو الكود، الكود شفته ورجيتكم وين بتعملوا الكود من أول إشي، صح؟ قلت لكم بتفتحوا على أي متصفح، ماشي، وبدخل بدخل بكلكم بدخل الكود. هاي الكود، هيو واي اكس كيو اتش جي. يلا جاهزين؟ إذا ادخلوا على الرابط اللي بعثت لكم إياه، ادخلوا على الرابط، راح تدخلوا تلعبوا مباشر معاي الآن، تمام؟ أو أنا ممكن أعمل لونش زوم ميتينج، هذيك المرة حكيت لكم عنها، بس مجرد أفعلها على طول بكل اعملي رابط زوم الآن، والمرة السابقة عملت لكن الآن عشان تأخرنا ما راح أعملها. اللي بده بسأل إن شاء الله بنبقى نعملها في ورشة ثانية، أوكي؟ لا أنا ما بدي أعملها، خلاص. يلا إذا هذا الكود، هيو للي ما شافوش على الشات لو سمحتوا اكتبوه عند جوين زي ستودنت، كأنك ستودنت. إذا ما زبط اطلع من حسابك اللي عملته، ماشي؟ اكتب نير بود ثاني، اعمل جوين از ستودنت، يعني فوت كطالب، انت متدرب طالب معناته، دخل الكود او اريح لك على اللينك، على اللينك اللي بعثت لك اياه. اشوف مين دخل. يلا هل تعلم؟ في 16 صاروا داخلين، ما شاء الله، رائعين. نشوف، شايفين الأسماء؟ شايفين أنا كمعلم؟ هاي بسمة ما شاء الله داخلة، فاتن، فاطمة، هويدة، رحمة، أحلام، داليا، أحمد، عنود، احترام، حنين، إيفون، إيمان، دكتورة مطيعة، فتحية، مروة، يلا والباقي 17 صار داخلين، 18. شايفين أنا قاعدة كمعلم، قاعدة براقب مين فات ومين ما فتش. أنا ليه؟ لأني هون سامحة إنه أشوف الطلاب وإجاباتهم، لو بدي أغلق ما بشوفهم. أشوف الآن، أفتح، ها شفته، راح يختفين بعد شوي، تمام. إذا أنا كمعلم قاعد براقب بطلابي، وأنا على فكرة راح أفوت معاكم كمعلم كطالب، عفوا. بدي أفتح كمان متصفح، أخرج من هاد اللي عملته، لا هون بعمل جوين هون، صحيح. شايفين الآن أنا بدي ألعب معاكم كطالب. يلا شوفوني، بدي أكتب اللي هو الكود Y X U H J. أشوف يلا شوفوا الآن كيف أنا بدي أفوت معكم كطالب. بدي افتح اللي هن نافذتين مشان تشوفوني كمعلم وكطالب. اللي فيه الاخضر الان كمعلم، وانا هاي متابعه في 24 ايش مشارك، هاي 24 مشارك، تمام. انا بدي اكتب اسمي الان، بدي اكتب اسمي شوقيه. طبعا هون عفوا، شوقية، إذا كتبت اسمي. الأوبشن هذا أوبشنال، ما بدنا إياه، جوين أليسون. إذا لازم تكتب اسمك الصريح مشان أنا كمعلم أبدأ، تمام. يلا ممتازة يا حنين، كملوا، يلا نشوف، يلا يلا يلا. هاي أنا كمعلم الآن، أنا بتحكم الآن هون. يلا الكود هيو ظاهر، هيو موجود، تمام. هاي قمة إيفرست، أنا حاطة شريحة يتعلموا الأولاد عن قمة إيفرست، ماشي. هل تعلم كمان؟ ممتاز. أنا هون بدي أظهر الأسماء، حلو. كمان على فكرة شوفوا هنا عندي كمعلم ظاهر عندي وايت بورد، اوبن وايت بورد، ممكن كمان اكتب لهم اقول لهم اين مثلا، اين تقع، اين
تقع مثلا قمة إيفرست مثلا، يبدأك إياه أو عن طريق الكيبورد. أين؟ أين تقع قمة إيفرست مثلا؟ شايفين؟ وبنفس التعديلات، بعدل وبكبر واللي بدك إياه وبلون إلى آخره. طيب بديش إياه بعمل له كلوز، نفس الإشي. ها يلا نشوف الشريحة اللي وراها، صاروا 30. وين النشيطين؟ هاي شايفين مبين عندي أسماءكم. يلا يا فلان، يلا يا فلانة، عنود داخلة باسمين، ممتازة. يلا ممتازين، الباحث لطيفة، زاد العدد زاد. يلا وين الباقي؟ ليش بس 31؟ يلا يلا، هنا هسه بدا التفاعل، هسه التطبيق العملي. شايفين انا كمعلم كيف انا قاعده بتابع بالوقت الحقيقي مباشره. هاي قمه ايفرست، كمان شريحه اخرى، هاي في كمان شريحه بتوقع. يلا لاحظوا انتوا، حاولوا انتوا بتحركوا الشرائح، تقدروا تحركوا صح؟ يلا نشوف، يلا هسه هاي الحلوه الرحله، يلا حركوا هيك، شوفوا يمين شمال فوق تحت اللي بدك اياها. شايفين هاي رحلة افتراضية، رحلة افتراضية في مكان ما، شوفوا كأني ماشي انا في هذا المكان بالضبط، بشوف الجبال. يلا يا شاطرين، ماذا ترى في الصورة؟ ما اسم التضاريس التي تراها في الصورة؟ كم رجلا ترى؟ ما لون الصحراء؟ الى اخره. يعني انا وقاعد بشاهد وبستمتع وبسأل، كمان بسأل بالطلاب. مثلا بيقول لك انتر في ار، اذا معك النظارات تبعت هذول الفيرتشوال، ماشي بتلبسهن وبتحس حالك كأنك في داخل الصف، في داخل الرحلة بالضبط، داخل المكان، ماشي. فهاي إذا بدك تعملها انتر. تمام الرحلة خلصناها. هسا في سؤال، في سؤال، تقع قمة إيفرست الشاهقة ترتفع عن مستوى سطح البحر كم؟ اللي هو ايه؟ نيكست، السؤال الثاني اللي وراه، يخلو جبل إيفرست من الكائنات الحية، نعم ولا لا؟ مثلا نعم لنفرض، ها بدي أشوف. تقع جبال إيفرست في قارة ايش؟ اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد، افريقيا ولا امريكا ولا اسيا؟ طبعا هي في اسيا، طبعا لانه صار دارس اشياء كثير وحضر فيديو وحضر وفي معلومات وفي كذا، فالان كاختبار لمعلوماته. صح يا استاذ عفاف؟ استاذ عفاف شو رايك بدرس الجغرافيا؟ شايفي انا انجليزي وعملت لكم درس جغرافيا. شاهد الموقع التالي واذكر الشكل الهندسي. مثلا مثلا اعمل تكامل بين المواد، بين الجغرافيا وبين الدين وبين العربي وبين الرياضيات والى اخره، وما الالوان السائده والى اخره. مثلا هذا عباره عن فيديو اتوقع صح؟ you are living near but the link will take you to external. يعني بده لانه هذا عامل انا ارتباط تشعبي، بده يدخلك على رابط وبعدين تجاوب هدول الاشياء الى اخره. Thank you يا عنود. يلا نشوف السؤال اللي وراه، الشريحه اللي وراها. مايكروسوفت سويس شفته قبل شوي، ضفناه جاهز، ضفناه جاهز من ايش؟ من اللي هو الموجودات في النير بود افريكا، طبعا لانه درسنا عن الجغرافيا. انا محضرت لكم سوي عن افريكا، مش انا حضرته، انا اخترته، انا اخترته. طبعا هاي شوفوا هاي الحمار الوحشي، يا سلام شو هالروعه، شوفوا ما اجمله الحمار الوحشي، رائع. لوكيشن ممكن اقولهم يلا اسالوا كيمو، جاوبوا. هاي كمان صور اعلام، مثلا ما علم هذا العلم؟ يلا يا شاطر، علم ايش هاي؟ اي دوله هاي؟ اي دوله الى اخره. يعني انا كمعلمه بتفنن، ابدع، اتميز في درسي مع النيربود الى اخره. اللي وراه اللي وراه اللي وراه اللي وراه، بضلني لحد اخر، بنزل قاعد بنزل بالفارة على العجله، بنزل لتحت. تمام نشوف اللي وراه. تسلمي، تسلموا لي أزهر، تسلموا، رائعة أستاذة عفاف، شكرا إلك. ممتاز. طيب شاهد الفيديو ثم عبر عن شعورك لو كنت على قمة إيفرست. هذا طبعا برضو فيديو بده يشوفه لناس طالعين على قمة إيفرست، وبعدين مطلوب منه يعبر عن شعوره لو هو كان مكانهم في قمة إيفرست. هون التطابق، التطابق. يلا نشوف هضبة، وين الهضبة؟ نشوف سهل، هاي سهل مع سهل، إذا صح بحط اللي صح. هضبة هضبة، بحر بحر، جبل جبل، شوف ما أروعه هالتمرين، رائع جدا.
well done بكل 4 محاولات يوميا review the correct verbs or continue with the lesson. خلاص continue. يلا نشوف اللي وراه. إذا تطابق، بدك تضغط على الصورتين المتطابقات، يعني الكلمة وصورتها. غير شغال لدي؟ ليه يا احترام؟ هيهم الناس قاعدين بيجاوبوا، أنا شايفة معي 34 شخص هيهم. آه ما شاء الله، هي في أستاذ أحمد دخل كمان، بسمة، عنود حكينا، فاتن، الخولي، فاطمة، هبة، ما شاء الله كثير ما شاء الله عنا. شوف الأسماء، شايفين أنا قاعدة بتابع كمعلم، في 34 مشارك. وين؟ ليش يا شاطر مش داخل؟ ليش يا فلان مش داخل؟ هيك بصير أتابع فيهم. تمام، نشوف السؤال اللي وراه. تسلمي لي يا أستاذة عفاف، شكرا. يلا نشوف السؤال اللي وراه. هذا الأسيميليشن اللي هو للرياضيات، الرمق اللي هو نصه، أبصر إيش أشوف كيف. هون ظاهر عندكم، بعرفش اللي هو، في جبال، جبال، في شوف إيفرست، إذا صح بحط اللي صح، مثلا بدي أسحب وأحط بالفراغ هون، أنا كطالب هيك ظاهر عندي، بعرفش ظاهر عندكم ولا لا. إذا صح بحط اللي بعدين صح، بعرف إلى آخره. لما اخلص بعمل دن. انا قاعد شايفين شاشتين عندي، اللي فيها اورنج هاي كطالب انا عامله، والشاشه الثانيه كمعلم اللي ظاهره عندي. تمام، هاي شايفين، ممتاز. طيب نشوف هنا فاتن الخولي، فاتن الخولي ما شاء الله، هيها مجاوبه 1 من 3. احمد لسه، ايفون لسه، بسمه، شايفين كل إشي مبين عندي بالضبط. وهنا اذا بدي كمان فيو انسرز، اذا بدي اشوف الاجابات، شايفين هاي الاجابات الصح للهند المراقب الجنرال نسبه وسميت لهم. هون مخربش شوي العربي بصراحه. في جبال ايفرست اللي هي اعلى قمه. سوري سوري، هذا العربي على فكرة لأنه بدعمش هون اللغة العربية، فبدك تقرأيه كأنه إنجليزي، هيك بدك تقرأي. أعلى قمة في العالم هي قمة إيفرست في جبال الهيمالايا، وسميت نسبة للجنرال المراقب للهند جورج إيفرست. شفتوا بالشكل وبكروا العربي بالشكل وكأنكم تقرأوا إنجليزي، هيك هو يعني، مش مني، من النيربود لأنه بدعم الإنجليزي أكثر. تمام، حلو، يلا نشوف. شايفين أنا قاعدة بلعب، هاي لعبت كطالب وكمعلم، قاعد بتابع كمعلم بالطلبة ولعبت معاكم كطالب، ممتاز. يلا هنا طبعا إذا بدي أفتح، أنا كطالب بفتح الشرائح، شايفين open navigator، هاي فتحن معاي، برد أضغط عليها بسكرن. يلا يلا حضروا حالكم هون لتسلق الجبل، يلا نشوف مين الأول ومين الثاني ومين الثالث. لا عفوا، هاي مش التسلق، سوري سوري، هاي التفاعلي. عبر عن شعورك لو اتيحت لك الفرصة بتسلق قمة ايفرست. ممتاز، يا سلام، شوف الاجابات، هاي ظاهر عندي، هاي بسمة قالت هبي، ابتسام روعة، بتخيلي حالك يا ابتسام على قمة ايفرست؟ طيب حلو، حلو الشعور صح؟ شايفين انا كمان بعملهم لايكات هون كمان، انا كمعلم، يا لطيف. خافت زهيرة. ممتاز، بسمة، حلو حلو، ممتازين ما شاء الله، رائعين انتم، رائعين جدا ما شاء الله. مستورة، I will be really excited، يا سلام، happy. طبعا لاحظوا هنا ممكن تضيف صورة، ممكن فيديو، ممكن صوت، ممكن صورة متحركة كمان غير الكتابة. يي أنا هاي اللي حطت لنا صورة بتخوف، مالها خايفة؟ احترام، مالك احترام، خفتي. سعيدة وروعة عنود، عجبها الموضوع. مروة بتقول شعور بالإثارة والتحدي. إيمان تشعر بالخوف والسرور. إيفون تشعر بالخوف. رحمة إلى آخره. شفتوا كأني أطير، يا سلام. داليا بتقول جميل. فوزية، هنية، هنية حاطة كويشن مارك، بعرف شو كويشن مارك ولا إشي يعني. مروة متحمسة، زهرة جميل جدا، هويدا جميل إلى آخره. شفتوا أنا قاعد بخلي الأولاد أو الطلاب أو المشاركين يعبروا بحرية. بريكة قالت سعيدة جدا، ممتازين، بارك الله فيكم، حلو. تمام، ننتقل للسؤال اللي وراه. حلو، يلا شفتوا ما أروعه، بجنن.
حلو، يلا ممتاز، أشعر بالمتعة. فاف بتقول يلا هون التصنيف، التصنيف إذا وصلت له، صنف الكائنات الآتية إلى كائنات حية وغير حية. طبعا هون اللهم صل على سيدنا محمد، هيهن أنا عملت لكم، بدك تسحب وتفلت، السحب والإفلات، قطة كائنات حية، كلب كائنات حية، سحب وإفلات يا جماعة، سحب وإفلات، هذا اللي هو التصنيف. سيارة غير حية، وردة حية مثلا، حجارة غير حية، ماء غير حي، وهواء حي. يا سلام، هذا تصنيف أو أسماء وأفعال قلنا، أو اللي بدك إياه. تسلموني، تمام، إذا هذا التصنيف. يلا نشوف اللي وراه. الآن راح أعطيكم إياه كمان كواجب تلعبوه أنتوا وأولادكم، أنتوا أصحابكم، أنتوا طلابكم، اللي بدكم إياه. هذا الآن إحنا بنلعب مباشر، أعطيتكم كود أو رابط، لكن راح أعملكم إياه كواجب تلعبوه وين ما بدكم. الآن ذا فيديو، الآن الفيديو بكل، هل بدك هذا الفيديو يشتغل بس عن طريق المعلم ولا عن طريق الطالب؟ لا، أنا بدي فيديو بلاي أون تيتشرز ديفايس لحاله بس على جهاز المعلم. لا، student watch the video and answer. أنا بدي الطلاب كمان يشاهدوا ويجاوبوا. في سؤالين، لاحظوا عندي النقاط نقطتين، في سؤالين معناته، بمعنى اسمعوا، يعني الطلاب لحالهم بيشتغلوا، مش أنا اللي بتحكم الآن. هاي عن قمة إيفرست، إذا شايفين هاي قمة إيفرست. يلا تخيلوا حالكم، لا تخيلوا حالهم الآن على القمة، تخيلوا يلا عيشوا اللحظة. شيء بس مشان يظهر السؤال، عندي النقطة هاي الزرقاء والنقطة هاي الزرقاء، في سؤال هيو أجا، ممتاز. هاي في ناس مجاوبين، فوزي نو أنسر، باسم نو أنسر. ما هو ارتفاع قمة إيفرست؟ بدك تجاوب، لازم تكتب الجواب. قديش هو؟ 8800 تقريبا، ماشي. برد أمشي أنا كطالب، بدي أمشي لحد السؤال الثاني. هيو ها السؤال الثاني شو بيقول، نشوفه شو بيقول. الله، في أي قارة تقع قمة إيفرست؟ باسم وفوزية ما في أنسر، ليه؟ جاوبوا، اختاروا الجواب الصحيح، كلكم نو أنسر، لسه مش مجاوبين، أو لسه مش واصلينه معناته. طيب، ممتاز، لأنه هم بيتحكموا الطلاب فيه، عشان هيك بعدهم شكلهم مش واصلين، عشان هيك مبينة عندي النسبة زيرو بارتيسيبيشن، لما يوصلوا الطلاب وبجاوبوا بتصير تتغير النسبة عندي وبيحضروا هم حسب وقتهم. موتيفيتد دكتور مطيعة، ثانك يو فيري ماتش، ثانك يو. السؤال ما ظهر، معقول؟ طيب بنشوف، يلا اللي ورا. لا بيظهر أثناء الفيديو يا أستاذة، اللي حكيت ما ظهر أثناء الفيديو، أنا حاطته مثلا بعد دقيقة، بعد دقيقة ونص، لازم تحضر الفيديو عند النقاط ببين السؤال. يلا الميموري تيست، الميموري تيست بس تظهر بفتح، بدك تشوف الأشياء المتشابهة، بتفتحيها، إذا صح بيحط لك صح، إذا خطأ بيقول لك لا خطأ، بترد تعيدي. يلا ميموري تيست، بدنا نشوف ذاكرتك منيحة ولا لا. يلا شوف، هاي هاي جمل مع جمل، غلط، هاي سفينة مع سفينة، هاي جمل مع جمل، ها يلا لقينا زوج، هاي حمار وهاي حمار، ممتاز، هاي كمان زوج، هاي جبل مع جبل، لا هذا قارب مع قارب، ممتاز، هاي طائرة مع طائرة، لا هاي السفينة هي هون، شفتوا صرت أركز أنا، هاي الطيارة مع الطيارة هون، وهي إيش؟ هاي قمة إيفرست مع قمة إيفرست، بكل لي ويل دان، ممتازة شوقية، يو ميد إت إن 10 موفز، خلاص دان، بنتقل للي وراه. بكل لي ذا سلايد كونتينز فيديو، الشريحة اللي وراها فيها فيديو، هل بدي أشغلها على كل الأجهزة ولا بس على هذا الجهاز؟ لا أنا بقول على كل الأجهزة، هذا طبعا فيديو أنا أضفته من داخل النيربود،
بتعلق في الحيوانات، في البحار، في أي شيء. Elephants are in immediate danger. They must drink almost daily. هاي تحضروا براحتكم، كل واحد زي ما بده. ننتقل للسؤال اللي وراه. ممتاز، شكرا يا إيمان، شكرا حبيبتي، تسلمي لي. تمام، انهينا احنا اخر إشي ان شاء الله، بس عشان تشوفوا قد ايه فعلا انتر اكتيف، هذا هو تفاعلي جدا بينك وبين الطلبه. بتمنى الان انكم عن جد وصلتكم الفكره، لكن لا تغادروا، اخر إشي بدنا نشوف مين الاول ومين الثاني ومين الثالث بالاسئله اللي هي تسلق الجبل. ايوه يلا وصلنا. هسه بكل هون اللهم صل على سيدنا محمد، بدي اختار ثيم، يعني زي خلفيه، لا بدي بيتش يعني اللي هو ساحل، ولا بدي الهيمالايا، بما انه عن قمه ايفرست خلينا هيمالايا، لكن هون في اشياء بدي اعملها راندومايز انسرز، يعني بدي اخلي الاجابات عشوائيه يعني تتبعثر، بوز جيم بتوين كويشنز، اذا بدي اوقف اللعبه مشان اصير اسال، لا بديش اياها، بلاي ساوند اون اول ستودنت ديفايس، بدي اشغل الموسيقى ولا بدي اطفيها على أجهزة الطلبة، لا مش أنا أحمسهم، بخليها شغالة وبختار وببدأ مباشرة، ويلا نشوف كيف بدها تظهر. يلا يلا نشوف مين رقم واحد واثنين ثلاث، هون بده يبين المتميز من غير المتميز. يلا شكرا يا جيهان، شكرا حبيبتي. تأخرنا معلش، خلصنا والله خلصنا، واللي بده يغادر مضطر يغادر، بيحضر التسجيل آخر إشي. خلصنا، رابط قناتي حاضر الآن، ببعثها إن شاء الله في الشات. شكرا شكرا عنود، أكيد ممتع جدا. يلا نشوف، بدنا نشوف مين رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة. ولاحظوا هون، لاحظوا هون في student وفي teacher، الآن بقدر أبدل بين النوافذ teacher و student، يعني إني أشوف كيف ماشيين الطلاب وكيف أنا شاشتي كمعلم، فبقدر أتنقل في هاي الأشياء. هاي student، هاي يعبر بالرسم، ستظهر وأنت على قمة إيفرست، يعني بدك ترسم لنا كيف أنت على قمة إيفرست، ممكن بالقلم ترسم وجه سعيد مثلا، أو خايف زي اللي رسموا الآن قبل شوي، وجه خايف مثلا، هذا وجه، أنا مش شاطرة بالرسم. وخلصت وتممت، بعمل سبميت، أعبر بالرسم. تمام، time for draw. يا سلام يا احترام، كمل يلا يلا. هون كمان هاي زي ال virtual 3 dimensions، عفوا، شايفين ممكن جسم الإنسان، ممكن أهرامات، ممكن مكان، شوفوا كيف قاعد أنا بحرك بالفارة أو بشاشة اللمس، هاي بحرك يمين شمال أسفل أعلى، بدي أشرح لهم. شايفين يا طلاب ماذا ترى في هذا الشكل؟ هل هو مربع؟ هل هو مثلث؟ كم درجة مثلا موجودة؟ أو ما هو هذا الشكل؟ أو ما هو هذا المكان؟ اللي بدك إياه أنت بتتفنن عاد في الأسئلة، فهاي حلوة كثير كثير رائعة، خاصة مثلا إذا أنا معلمة علوم أحط لهم جسم الإنسان، بس أنا حطيتها هاي عشان يعني مناسبة أكثر، شفتها لقمة إيفرست. تمام، اللي وراها في شهادة حضور، أكيد الآن رح يبعثوا لكم الفورم وتعبوه وتوصلكم إن شاء الله شهادة حضور، أكيد أكيد. مشكلة النت طبعا يا حنين، هذا الاسيميليشن اللي حكينا عنه على الكسور للرياضيات وإلى آخره، رح نمر عليه على السريع. طبعا ما لوش علاقة بكم تدرس، بس عشان تشوفوا، طبعا هون بتزيدوا، شوفوا بدعلموا، يا شاطر يلا، شو هذا اللي الكسر اللي ظاهر أمامكم؟ واحد على واحد، يعني واحد صحيح، شاطر يا شاطر. هون زيرو على واحد، هون بدي أضيف هون مثلا، بضيف هون كمان، شوفوا شايفين، بضيف فوق وتحت، أرباع، أخماس، خمسين، ثلاث أثمان، زي ما بدك. تمام، بدك تغير الشكل بتغيره من هون، بدك تغيره من هون، بدك تغيره من هون، كل واحد حسب ما يشوفه، هذا مناسب لمعلمين الرياضيات، بيكونوا مشدودين الانتباه الطلبة وإلى آخره، وتسألوا عن الكسر أو شو الكسر، أو احكي لي إياه بالإنجليزي، أو اكتب لي إياه بالكلمات اللي بدك إياه، عادي جدا. يلا ماشي إن شاء الله، خلصنا بإذن الله.
شايفين هنا ببين لعدد الشرائح 21 22، يعني هاي قبل الأخيرة. هون سلايدز هيهن موجودات ضايل الفليب جريد، اللي هي أنا حاطت لكم رابط من حسابي على الفليب عن أقصانا لهيكلهم، ممكن تشوفوه تشاهدوه اللي بدكم إياه، أو إذا سامحة أنا أضيف بعدين. ما رأيك بتطبيق النير بود هذا بول؟ ممكن أحط له رائع جدا، رائع جيد اللي بدك إياه، وخلص هيك بيكون تمام التمام. هاي شاشتي أنا كطالب، شايفين time for a ball. You will have 1 minute wait for your teacher ready set إلى آخر، يعني عندك دقيقة واحدة وهيك بخلاص النير بود. وهاي عدد الناس اللي شاركوا معاي، هيو أحمد وعنود وإلى آخره، ببينوا عدد الأشخاص 37 شخص كانوا يلعبوا معانا، وما شاء الله شطورين. بحكي لهم أمورين يا شطار، ليش أنت يا شاطر ما دخلتش معاي؟ فأنا بكون متابعة لحظة بلحظة، وأنا هون كنت سامحة يظهروا الأسماء إذا بديش حكينا بضغط على العين، تمام؟ طبعا هون كتيتشر، هون اللهم صل على سيدنا محمد، عفوا هاي كتيتشر ستارت اكتيفيتي، هون عفوا، لأني أنا مش بادي شفته، كانت لأنه ستودنت ما بقدر هو يبدأ الاكتيفيتي. ما رأيك بتطبيق النير بود مثلا؟ نشوف ما رأيك، يلا نشوف صوتته جيد ولا جيد جدا. هون ستودنت، شايفين ستودنت انتو كلاعبين، هاي الازرق هاي مبين ايه فاتن الخولي مجاوبه، ايفون كمان، يلا نشوف في وقت. لاحظوا الوقت قاعد بعد تنازل 36 ثانيه 35، لان انا محدده مثلا وقت معين. هاي في كمان ناس جاوبوا، هاي ما شاء الله في ناس كثير، في ناس حاطين، واحد حاطط بي، طبعا هاي البول اكيد ما عليهاش علامات، وكل واحد حر برايه، نحترم الآراء دائما. ممتازين يعني الحمد لله، النسبة العظمى اللي هم جاوبوا إيه، يعني رائع جدا، وأنتم الأروع بإذن الله. فبتمنى إن شاء الله إن يعني وصلت ولو القليل القليل مما أردت أن أوصله، لكن بتمنى عليكم الآن آخر طلب إنكم تعبروا بكلماتك عن إيش، عن اللي هو الورشة، تمام؟ عن طريق الكلاس بوينت بكلمات، ما بدي بالرسم، معلش تدخلوا على الكلاس بوينت مرة أخرى لو سمحتوا، وعبروا عبروا عن رأيكم بهذه الورشة لو سمحتم، تفضلوا. الآن راح أفعل السؤال عن طريق الكلاس بوينت لو سمحتوا، آخر إشي خلصنا، وإذا في أي سؤال إحنا مستعدين وآسفين على الإطالة، لكن بتمنى إني إن شاء الله قدرت أوصل ولو القليل من اللي بدي إياه. تفضلوا لو سمحتوا تعبروا عن رأيكم بالورشة عن طريق الكلاس بوينت، نفس الصف. إذا في أي سؤال تفضلوا. والفورم ابعثوا لهم اياه لو سمحتوا استاذه فاتن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام يعطيك ورحمه العافيه الله وبركاته، حياك الله، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك حبيبتي، الله يعافيك، الله يجزاك يعني خير طولت طبعا، بس يعني ايوه تفضلي. الله يجزاكي خير يا حبيبتي، الله يجزاكي خير. يا طبعا رب يا يعني رب. التطويل ده دليل يعني ان انت عندك اخلاص في اعطاء المعلومه، فمعلش احنا بنعتذر للناس فعلا المتواجده معانا، ولكن يعني استاذه شوقيه كانت حابه ان هي ومصره ان هي تعطي كافه المعلومات، فلذلك اطالت شويه، ولكنها اطاله محموده، صحيح. وان احنا استفدنا وجزاك الله الف إن شاء خير. الله. بالعكس احنا استمتعنا بالمشاركه، وانا كنت دايما حبيبتي اشارك يعني يعني في بعض الاحيان مش قادره افتح المايك. حبيبتي تعيشي تعيشي، جزاك الله الف خير. طبعا بنقدم لك أمين. كل الشكر والتقدير من فريقنا، فريق بوصله المستقبل. مش حابه اخد منك الشير، ولكن سأرسل لك طبعا شهادتك. جزاك الله ألف خير يا أستاذة شوقية عشان تاخدي استجاباتك. وإياكم شكرا وشكر الجزيل أستاذة عفاف على تواجدها معنا اليوم. لا لا بالعكس بالعكس، يعني أنت عطيتي المعلومات حقها وكل شيء، حابة تعطيه بإخلاص،
فجزاك الله اه ألف والله خير. هيك، الناس اللي ما امين قدرتش امين إنها تستكمل واياكم. معانا تقدر إن هي تتابع تسجيلات الورشة معانا، وأرسلنا اللينك المجمع بمواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب. أستاذة شوقية كمان سوف ترسل لكم قناة اليوتيوب الخاصة بيها. أكيد، شكرا جزيلا لك يا أستاذة شوقية، بس تأذنك العفو يعني إن حبيبتي، إحنا نغلق تفضل. التسجيل ونترك المجال تمام للأسئلة بعدها إن شاء الله. إن شاء الله. نستودعكم الله، شكرا لكم، وإلى اللقاء. شكرا أستاذة فاتن، شكرا أستاذة حنان، شكرا لكم على الاستضافة للمرة الثانية، وبتمنى إن شاء الله إني كفيت ووفيت فيها بإذن الله، وأسفة إن كنت أطلت، لأنه فعلا زي ما تفضلتي حابة إني ما يطلعوا من الورشة إلا يعملوا الآن برامج ومشاريع ومحتوى تفاعلي رائع جدا جدا جدا، ويستفيدوا منه هم وطلابهم بإذن الله. وشكرا للحضور اللي تحملونا، شكرا، بارك الله فيكم، شكرا، عفوا عفوا، تفضل جزاكم الله تفضل، ألف. آمين يا رب، شكرا.